ازيكم شباب، اخباركم ايه؟ النهارده بقى ان شاء الله هنطبق على السكيما اللي احنا خدناها الحصه اللي فاتت، وهناخد اول موضوع في الشيست اللي هو البلورال ديزيز. تمام، البلورال ديزيز عندنا ثلاث مواضيع مهمين جدا. في عندنا الدراي بلوريزي، الدراي بلوريزي معناها في دراي انفلاميشن في البلورا ويزاوت افيوجن، وفي عندنا بعد كده موضوع مهم قوي اسمه البلورا افيوجن. ودور الافيوجن ده عباره عن انفلاميشن في البلورا مع اكيوميشن اوف فلويد، والفلويد ده كذا نوع زي ما هنتكلم عليه ان شاء الله. وتالت حاجه النيوموثوركس، النيوموثوركس على اكيوميشن اوف اير في البلورال سبيس. فنتكلم دلوقتي على الدراي بلوريزي. دراي بلوريزي ده عباره عن انفلاميشن في البلورا، دراي انفلاميشن في البلورا without effusion. تمام، طب ايه اللي ممكن يعمل كده؟ خلاص، ايه اللي ممكن يعمل دراي بلوريزي؟ انت عندك اسباب الدراي بلوريزي هنقسمها حاجتين، في عندنا برايمري دراي بلوريزي وفي سكندري دراي بلوريزي. برايمري دراي بلوريزي يعني المشكله بدايتها عندنا هنا في البلور، برايمري المشكله بدايتها عندنا في البلور. لكن سكندري دراي بلوريزي يعني المشكله مثلا حوالين البلوره وانتشرت جابت كمان البلور. فما نيجي نتكلم اول حاجه على اسباب البرايمري دراي بلوريزي. تمام، خدوا بالكم بس عشان نبقى يعني نربط المواضيع ببعض. اسباب البرايمري دراي بلوريزي هيها نفس اسباب الدراي بريكاردايتس اللي خدناها في الكارديولوجي في الترم الاولاني. هي بالظبط، يعني انت بتحفظ احفظ دايما ان اسباب البرايمري دراي بلوريزي هيها نفس اسباب الدراي بريكاردايتس. موضوع مهم جدا في الكارديولوجي، فعشان نحفظهم هي اول اربع حروف من كلمه برايمري، بي ار اي ام. تمام، نبتدي كده واحده واحده. اول حاجه عندك بالبي، عندك حاجتين بالبي، اتنين بوست، في عندنا بوست تروماتيك وفي عندنا بوست كارديوتومي سندروم. الار حاجتين بالار، في رينال فيلير وفي عندنا روماتيك. الاي عندنا كذا حاجه بالاي، يعني ممكن في عندنا ايديوباثيك وفي عندنا انفكشن وفي انفلاميشن وممكن تبقى حاجه اميون وممكن تبقى ياتروجينيك او ايراديشن. اي حاجه بالاي كده تيجي في دماغك ايه اكتبها. عندك حاجتين بالام، في عندنا المالجناسي والمايوكارديال المايوكارديال انفاركشن. تعالوا نشرح كل واحده. يعني عندك اول حاجه الحاجتين قلنا بوست تروماتيك. تمام، تروما في الشيست اثرت على البلورا عملت انفلاميشن في البلورا. طب بوست كارديوتومي سندروم خدناها على فكره في الترم الاولاني دي. يعني ايه بوست كارديوتومي سندروم؟ دي اللي بتحصل بعد عمليه القلب المفتوح. تمام، زي ما قلت لك قبل كده، في عمليه القلب المفتوح الدكتور هو شغال في القلب ممكن جدا يعور كاردياك ماسل فايبر، فما يعور كاردياك ماسل فايبر بيطلع من جواها انتيجن. تمام، الانجن ده يطلع له انتيبادي، يقوم يعمل لك انجن انتيبادي كومبلكس. الانجن انتيبادي كومبلكس ده هيقوم يحصل له بعد كده ديبوزيشن على البلوره يعمل بلوريزي وعلى البريكارديوم يعمل بريكاردايتس، وتلاقي العيان جالك يشتكي بقى من الفيفر وبلوريزي وبريكاردايتس. تمام كده، يبقى تاني بوست كارديوتومي سندروم الدكتور هو شغال عور كاردياك ماسل فايبر، طلع البروتين اللي جواها، الجسم شافه كانجن طلع له انتيبادي، عمل انجن انتيبادي كومبلكس اترسب على البلورا بلوريزي على البريكارديا بريكاردايتس. زي ما قلت لك كان بيشتكي من ثلاث حاجات لو تفتكر، فيفر وبلوريزي وبريكاردايتس، دي بتحصل بعد عمليه القلب المفتوح. تمام كده، يبقى دول حاجتين بوست. الار حاجتين بالار، في روماتيك وفي رينال فيلير. خلينا احنا هنا في رينال فيلير دي، طبعا رينال فيلير اللي هي يوريميا وده بسبب التوكسين، بس انا كاتب جنبها كده انديكيشن فور دايلسيس. الناس اللي حضرت معايا نفهم وان شاء الله احاول اعدهم كده كفيديوهات برضه. الرينال فيلير كانت بسبب التوكسنز اللي هتزيد دي تعمل لك يعني مالتيبل سيستم افكشن. وقلت لك لو عيان عنده رينال فيلير اشتكى من بلوريزي او بريكاردايتس، اشتكى من ستيتشنج بين في الشست، ده انديكيشن على طول فور دايلسيس، لازم يغسلها. حاجات بالاي، الاي اول حاجه ايديوباثيك، علم عليها ام سي كو، ده الموست كومون كوز اللي هو بيسموه بورنهورم ديزيز، ونتيجه فيروس اللي هو اسمه كوكزاكي بي فيروس. تمام، ده فيروس تعبان كده بينشط يبقى المناعه بتاعتك تقل، خدت بالك؟ وده بيحصل غالبا بعد دور البرد، يعني فينا ما جالوش دور برد جامد كده وبعد ما جاله دور البرد الجامد بدا يشتكي من نغز كده في صدره. تمام، كوزاكي بي على فكره بيعمل سواء بلوريسي او بريكارديتس، وغالبا البلوريسي والبريكارديتس غالبا بيجوا مع بعض يعني. تمام، بتبقى ريكارنت كل شويه بيجي وبيخف لوحده، اخرك مثلا تاخد انالجيزك او حاجه وخلاص، يبقى بس ده هو الموست كومن كوز الايديوباثيك. في بعد كده انفكشن، ممكن زي التي بي، فايرال، بكتيريال، اي انفكشن.
الانفلاميشن زي الاف ام اف. اف ام اف لو الفاميليال ميتوكوندريال فيفر، وعلى فكره فاهم الفاميليال ميتوكوندريال فيفر دي بتيجي بالبروتونايتس وباللوزي وبالبريكاردايتس، ثلاثه بالبروتونايتس وباللوزي وبالبريكاردايتس. في عندنا اميون، اميون زي الروماتويد ارثرايتس وزي السيستميك لوبس انتي بودي ميديتد. تمام، في عندنا كمان ياتروجينيك، خد بالك حط عليها ده ام سي كيو، ايه الادويه اللي ممكن تعمل بلورزي؟ وعلى فكره هي هيها الادويه اللي بتعمل بريكاردايتس، وعشان نحفظها برضو من الجماعه بكلمه هيب، الاتش اللي هو الهيدرالازين، وفي الاي الاي ان اتش، والبي اللي هو البروكانامايد او البروكوناميد. الهيدرالازين ده انتي هايبرتنسيف، ده فازودايليتور، ايزونيازيد انتي بوركلاس، والبروكانامايد ده انتي اليزميك. تمام، في بعد كده كمان اللي هو الايراديشن. خلاص، يبقى ده اسباب البرايمري. في برضه حاجتين كمان بالام اللي هو المالينانس والمايكارد انفكشن، بقى زي مين؟ زي البروكوجين الكارسينوما. يعني انا عندي اللنج اهي، واحد يقول لي يا دكتور ده في اللنج، ماشي، وده البلور. مالينانسي بدا هنا مثلا وانتشر راح لهنا، اول مالينانس نفسه بدايته كانت في البلور على طول، هو عشان هنا برايمري، يعني ممكن المالينانسي ممكن يعمل برايمري وسكندري. برايمري ان هو جاب البلور من اول مره، سكندري ان هو ابتدى في اللنج مثلا وانتشر راح جاب البلور. تمام، وفي كمان المايوكاردال انفاركشن. مايوكاردال انفاركشن اهو حته في القلب ماتت، خلاص الحته اللي في القلب ماتت دي تطلع توكسين، التوكسين تقوم تعمل لك بريكاردايتس الاول، وبعد كده تقوم تعمل لك بلوز. يعني الحته اللي في القلب ماتت دي طلعت توكسين، جابت البلوره وجابت البريكاردايتس، عملت بريكاردايتس وعملت بلوز. تمام كده، يبقى ده اسباب ال البرايمري درايف بلوروسي. طب في بعد كده اسباب السكندري بقى. تمام، واحنا السكندري بدايته كانت من حوالين البلوره وانتشر بعد كده وراح البلوره. ايه اسباب السكندري درايف بلوروسي؟ عايزين بس نرسم كده، لو دي اللانج اهي. تمام، طبعا البلوره حوالين الايه؟ اللانج. عندك المشكله يا اما ابتدت فين؟ طب نرسم الاول كده، لو ده البلوره كده بالمنظر ده اهي، ده ازرق ده كده. عندك المشاكل تبتدي فين؟ بصوا كده، يا اما مشكله في اللنج، يا مشكله في النص هنا في المدياستاينم، يا مشكله في الشيست وول، لا مشكله صب دايفراجماتيك. يبقى اسباب السكندري درايف بلوروسي مشكله لنج، مدياستاينم، في الشيست وول، يا اما صب دايفراجماتيك. تمام، عندنا مشكله في اللنج زي ايه؟ انت عندك مشاكل اللنج تنتشر تروح للبلوره حاجتين، يعني مشاكل اللنج حاجتين، يا انفكشن يا مالجنسي. تمام، انفكشن اي انفكشن تيجي في دماغك، نمونيا ماشي تنتشر تروح البلوره تعمل بلوروسي. في عندنا اللانج ابسس، في عندنا البرونكيتسس. تمام، في برضه المالينانس البرونكوجينيك كارسينوما زي ما قلت لك من شويه، الكانسر اهو هنا الحته دي فيها تيومر انتشرت جابت البلوره عملت لك بلوروسي. تمام كده، تاني حاجه مشكله في المدياستاينم زي اول حاجه كده البريكاردايتس. تعرفين هذا البريكارد ده الهارت وحواليه البريكارديوم، ما هو في جنب البلوره قدامه على طول البلوره واللنج. فلو عندي انفلاميشن في البريكارديوم ممكن الانفلاميشن بتاع البريكارديوم ده يجيب يعمل ينتشر ويروح للبلوره ويقوم يعمل لك بلورز. ودايما على فكره زي ما قلت لك بيجي البريكارديتس مع البلورزي مع بعض. تمام كده، تاني حاجه لو انا عندي مثلا في ميدياستاينال ماس، لو في ماس هنا بدات هنا اهي وانتشرت جابت البلوره زي مثلا الليمفوما، ساعات الليمفوما تعمل لك ميداستاينماس كبيره قوي لدرجه انها تجيب البلوره فتعمل لك بلوروسي. تمام، ثالث حاجه مشكله في الشيست وول انتشرت برضو جابت البلوره زي الاوستيو مايلايتس. اوستيو مايلايتس حاجه صب دايفراجماتيك زي الاميبك ليفر ابسس او كمان الصفرينك ابسس. تمام، برضو هنا ده ابسس هنا انتشرت وراحت على مين؟ على البلور. تمام ولادي، بقى ده اسباب الدراي بلورسي. على فكره صعب قوي اجيب لك في الامتحان كوز اوف دراي بلورسي. تمام، بس مش معنى كده ان احنا هنشطبها، انا شايفك هتشطب، اوعى تشطب. انت كده كده هتكتب اسباب الدراي بلورسي دي لو جالك مثلا اسباب البلورا الافيوجن هي بتيجي اكتر من الدراي بلورسي. تمام، يعني عشان يجيب لك كوز دراي بلورسي مش هتيجي خالص، بس لازم تحفظ الاسباب دي عشان هنحتاجها اما اجي اقول لك كمان شويه الكوز بتاعت الايه؟ البلوره الافيوجن. تمام، يبقى ده اسباب الدراي بلورزي البرايمري والسكندري. تمام،
تعالوا بقى نتكلم على الكلينيكال بيكتشر. طبعا احنا واخدين الحصه اللي فاتت السكيما، يبقى الموضوع بالنسبه لنا سهل. بالنسبه للكلينيكال بيكتشر بتاع الدرايف دورس احنا هنقسمها حاجتين اهو زي ما احنا متفقين، في سيمتوم وفي ساين، والساين جنرال وفي عندنا لوكال ساين. بالنسبه للسيمتوم هتفنى قبل كده شكوى اي عيان شست ثلاث حاجات، هيجي يشتكي من كف والديزني والشست بي، تمام؟ بس واحنا بنكتب عايزين نرتب شويه، يعني اقول لك بترتب ازاي. يعني اهم شكوى في البلورال ديزيز اللي انا قلت لك عليهم من شويه كلها، اهم شكوى هي الشست بين. فاهم شكوى هنا في الدرايف بيدولوجي هو الشست بين، واي شست بين او اي بين لازم نعلق عليه على السايد بتاعه، الريفيرنس بتاعه، الكاركتر بتاعه، بيزيد بايه وبيقل بايه، تمام كده؟ فانا عندي بقى اتكلم على الشست بين هنا، تمام؟ طبعا هو هنا بيبقى ستيتشنج شست بين زي نخس، تمام؟ لكن انت لو قلنا الميكورد الفاركشن لما قلنا ليفر ستيتشنج لو تفتكر، فهو هنا لا، هنا ستيتشنج بين نفس، تمام كده؟ يزيد بايه؟ يزيد مع حركه النفس. كل ما العيان بيتنفس ليه بقى؟ لان خد بالك كل ما يحرك النفس بتاعه وياخد نفس بتاعه بيحصل ان البريتال بلوره بتحتك بالفيسرال بلوره، فالوجع بتاعه بيزيد. لكن بيقل الوجع اما العيان يهولد البريث بتاعته، بيقلل النفس بتاعه. ليه؟ اما هيقلل النفس هيقلل الايه؟ الاحتكاك بين البريتال والفيسرال بلوره. ويقل مع انهي بوزيشن؟ خد بالك الحته دي، بيقل مع انهي بوزيشن؟ يعني عيان الدرايف دوز يحب ينام على ايه؟ مسك له الحته دي وشافه. عيان الدرايف دوز يحب ينام على الافكتد سايد. لو هو عنده البلوز في اليمين هنا يحب ينام على الجنب اليمين، عنده في الشمال يحب ينام على الجنب الشمال. طب ليه يا دكتور؟ لان الجهه اللي هينام عليها، السايد اللي هينام عليه، هيقلل الحركه بتاعت الجزء ده مع النفس. فما يقلل الحركه يا ولاد مع النفس يبقى هيقلل الاحتكاك بين البرايتال والفيسر بلوره، فهيقلل الوجع شويه، تمام كده؟ الحته المهمه بقى اللي عايز تفهم قوي، الريفيرنس، الريفيرال فين؟ يعني الشيست بين هو شيست بين ماشي في المكان اللي فيه الانفلاميشن ده، السايد بتاعه. طب هيريفير فين بقى؟ ده مهم شويه، ركز معايا كده. طبعا الاول احنا عايزين نعرف حاجه، كنت راسم لك من شويه كده، ده اللانج اهي. طبعا البلوره انت عارف في برايتال وفي فيسرال، وانا قلت لك الحصه اللي فاتت قلنا الفيسرال بلوره مفيش فيها بين ريسبتور، لكن البين ريسبتور موجوده فين؟ في البرايتال بلوره. انت عندك بقى البرايتال بلوره لو انا عايز ارسمها ثلاث اجزاء، يعني لو دي اللانج ياخد بالك ثلاث اجزاء بالمنظر ده كده، ادا جزء اهو وده الثاني وده الثالث، ادا واحد اثنين ثلاثة. ركز بقى معايا كده، الجزء اللي تحت اللي هو على تحت الكوستال كارتلج ده على طول، ده بيسموها الكوستال بلور. اللي ناحيه الضيافرام الجزء ده كده اللي هو بيسموه ضيافراجماتيك بلور. اللي جوه ناحيه الميدياستاينم اهو فسموه ميدياستاينال بلور. ده انا عندي البرايتال بلور ثلاثه، في كوستال وضيافراجماتيك وايه وميدياستاينال، تمام؟ ماشي. ايه النيرف سبلاي بقى بتاعهم؟ شوف الكوستال بلور انا عامله بالاحمر ده، الكوستال بلور اهو، والجزء اللي ناحيه جوه بتاع الدايفراجماتيك اللي هو السنترال بارت بتاع الدايفراجماتيك، النيرف سبلاي بتاعه انتركوستال نيرف. تاني الكوستال بلوره والسنترال بارت بتاع الدايفراجماتيك بلوره، النيرف سبلاي انتركوستال نيرف، والاثنين دول مع بعض هو بيسموها انر بلوره وخلاص، بيسموا الحته دي، انا اسف، بيسموها قصدي الاوتر بلوره. الجزء بقى اللي انا عامله بالازرق ده كده اهو، او خلينا في الاسود ده، اللي هو الميدياستاينال بلور اهو، ميدياستاينال بلوره ده، والسنترال بارت بتاع الدايفراجماتيك النيرف سبلاي بتاعه اللي هو الفرينك نيرف. ده يفرق معاك في ايه بقى؟ خدوا بالكم ان لو انا عندي الانفلاميشن في الكوستال بلوره والبريفرال بارت بتاع الدايفراجماتيك، تمام، السبلاي الانتركوستال نيرف، الريفير بتاعه هيبقى للابر ابدوم، الريفيرال بتاعه هيبقى للابر ابدوم. بينما لو انا عندي انفلاميشن في الميدياستينال بلوره والسنترال بارت بتاع الدايفراجماتيك اللي هو بيسموها الانر، النيرف سبلاي هو الفرينك نيرف، هيبقى الريفيرال بتاعه فين؟ في الرايت شولدر. في الرايت شولدر، ده مهم جدا عشان مهم في ايه؟ خصوصا في الاطفال بقى. يجي لك عيل صغير يقول لك انا عندي وجع في بطن، وجع في بطن، وجع في بطن اهو، فانت هتفكر مثلا اول حاجه في جاسترايتس، وتكتشف ان هو ما عندوش جاسترايتس، ده كانت المشكله عنده ان هو تيجي تسمع الشيست بتاعه تلاقي فيه مشكله، وتشخص الواد ده نمونيا، هتقول لا نمونيا جت بابدومنال بين اه. لان لو واحد عنده نمونيا احنا اتفقنا من شويه، قلنا النمونيا ممكن تنتشر تروح تعمل لك ايه؟ ها؟ بلورز. فلو البلورز دي جايه في الاوتر بلور عادي يشتكي من ابر ابدومنال بين.
وعشان كده خدوا بالكم في الديفرنشال دايجنوزز بتاع الدرايف بلوروزي لازم اقول فروم اذر كوز اوف ايه اوف اكيوت ابدو. تمام. وما نيجي ناخد في الجي اي تي ان شاء الله كوزز اوف اكيوت ابدومن. تمام. هتلاقي من اسباب الاكيوت ابدومن درايف بلوروزي, وانت بتذاكر هتقول لا ايه اللي جاب الدرايف بلوروزي؟ الاكيوت ابدومن. تمام. لو جاء او حصل ان في عندي بلوروزي جاي في الاوتر بلورا هيرفير بتاعه يبقى لمين؟ للابر ابدو. حد فاهم حاجه؟ يبقى ده بالنسبه لمين؟ للشيست بين. زي ما قلت اهم حاجه, اهم حاجه فصل الشيست بين دي. تمام. تاني حاجه الكف, الروتيشن للكف سيتو زي ما اتفقنا, وطبعا هنا تبقى دراي كف, مفيش اي سكريش ولا اي حاجه. ودايما امراض البلوره الكف حتى لو في بلوره انفيوجن, واحد يقول له في بلوره انفيوجن هتجيب ميه من الكحه, لا دايما اي مرض في البلوره الكف بتاعته دراي كف ما عدا واحده, امباينا وسبرونكو بلوره الفيستولا. تاني دايما امراض البلوره تعمل دراي كف ما عدا امبايما وبرونكو بلوره الفيستولا. كلمه امبايما يعني ايه؟ يعني بصف البلوره السبيس. برونكو بلوره الفيستولا يعني في فيستولا بين اللنج وبين البلوره, دي الحاجه الوحيده اللي تخلي عنه بتاع البلوره دي زي كح ويطلع بلغم. تمام كده في سبيوت. لكن هنا دراي كف. تالت حاجه ديزني. تمام. ديزني اللي غالبا لو في اندرلاين لانكوز, يعني ديزني شويه لوحدها كده في اندرلاين لانكوز, او العيال نفسه اللي هيوقف نفسه بنفسه, يعني لما يجي يوقف نفسه كده هيدخل نفسه في هايبوكسيا, فبعد ما يجي يتنفس يبتدي ايه ياخد نفسه بزياده شويه وهكذا. تمام. احنا قلنا هيعمل هولد البريث عشان يقلل الايه الشيست بين. يبقى ده بالنسبه لشكوى العيال. بس بالنسبه للساين بقى جنرال ساين, هنتفادى في فيفر تاكيد تاكيكارديا, بس غالبا العيال مش هيبقى عنده جنرال ساين قوي, اخرها مثلا ممكن تبقى في فيفر. يعني لوكال ساين احنا اتفقنا بقى, خدنا قاعده الحصه اللي فاتت, في عندنا انسبكشن, في بالبيشن, في بيركشن, وفي اوسكالتيشن. تمام. بالنسبه للانسبكشن كنا قلنا على حاجتين اولاد اللي هو الشيب بتاع الشيست والسبيرات موفمنت. طبعا الشيب بتاع الشيست في الدرايف بلوروزي نورمال مش هيتاثر خالص. الاسبيرات موفمنت احنا اتفقنا دايما في الخانه دي لتحت ليميتد الاسبيرات موفمنت. هتقول يا دكتور حتى لو العيان ده ما عندوش اندرلاين لاين كوز؟ تمام. لان زي ما اتفقنا ان هو بيعمل هولد للايه للبريز بتاعه, لما ياخد نفس ما بياخدش نفس زينا كده يتمطع براحته, عشان لو اتمطع براحته الوجع هيزيد فبياخد نفس اقل شويه. يبقى بالانسبكشن نورمال شيل بتاع الشيست والريسبيرات موفمنت بيبقى ليميت. بلبيشن التراكيه والتي في اف, التراكيه هنا مالها؟ سنترلايزد. التي في اف نورمال عادي خالص الا لو في اندرلاين لاين كوز. البركشن نورمال نوت الا لو في اندرلاين لاين كوز. لكن على فكره انت جاي مثلا تعمل بركشن وبتضرب على الحته بقى اللي فيها الفلاميشن دي هتلاقي فيها وجع. تمام كده. في تندرنس في السادس بركشن. اوسكالتيشن هنسمع حاجه اسمها بلور الرامب, نسيت اقولها لكم المره اللي فاتت دي, معلش ما حدش بيفكرني وانا بشرح الفيديوهات اهو. بالنسبه للبلور الرامب ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن فراكشنال ساوند كده عامل بالظبط زي احتكاك الشعر ده فوق الودان. قلنا الحصه اللي فاتت دي اللي هي الفاين كريبيتيشن, صح؟ الفاين كريبيتيشن اللي هو بالظبط ايه ان شعرك بتحرك شعرك في ودانك كده, ده فاين كريبيتيشن. هو صوت البلوره ده نتيجه احتكاك البرايتال مع الفيسرال بلور. لو واحد فيكم قاعد مركز يقول يا دكتور طب ما احنا خدنا في الترم الاولاني في البريكاردايتس حاجه اسمها كمان بريكارديال راب. طب ما البريكارديال راب ده صوته كان برضه شعر فوق الودان. تمام. وخدنا واحده الحصه اللي فاتت كمان اللي هي الفاين ايه كريبيتيشن. طب افرق بينهم ازاي؟ يعني انا بحط سماعتي دلوقتي وسمعت الفراكشنال ساوند ده. تمام كده. طب افرق ده بريكارديال راب ولا بلور راب ولا فاين كريبيتيشن ازاي؟ اول حاجه عشان افرق بينهم اخلي العيان يوقف نفس, يعني حط سماعتي كده اقول له وقف نفس. تمام. هولد البريث. لو وقفت نفسك المفروض الصوتين دول يختفوا, البلور راب والفان كريبيتيشن, دول مع النفس, يعني البلوره تتحرك وتحتك مع النفس. فلو العيان وقف نفسه والله الصوت اختفى يبقى ده بلور راب فان كريبيتيشن, والصوت مكمل يبقى بريكوردر. البريكوردر بقى يتحرك مع حركه الهارت, الهارت ما بيقفش. تمام كده. طب ماشي العيان وقف نفسه والصوت اختفى, خلاص انا عرفت ان ده شست. طب انا عايز افرق هو بلور الرب ولا فاين كريبيتيشن. افرق ازاي؟ ان البلور الرب دايما الصوت بتاعه بيبقى انسبيراتري واكسبيراتري, انسبيراتري واكسبيراتري, دخول الهواء هيحرك البلور والهواء هو طالع برضه البلوره تتحرك. لكن الفاين كريبيتيشن ده هواء داخل في ميه, هواء داخل انسبيراتري بس, يبقى الفاين كريبيتيشن انسبيراتري بينما البلور الرب ده انسبيراتري واكسبيراتري. فهمتوا حاجه؟ يبقى ده اللوكال اكزامينيشن بتاعنا.
اما نيجي نتكلم بعد كده على الانفستيجيشن، طبعا مش هنعمل انفستيجيشن في الدراي بيولوجي الا لو انا شاك ان في اندرلاينج لاين كوز، تمام؟ فهو بتشخص كلينيكال، بتشخص كلينيكال بيه لو اتسالت في الامتحان كلينيكال بحاجتين مهمين جدا، بالشيست بين وبالرب، الشيست بين والبلورا رب يوسكالتيشن. كومبليكيشن ان الدراي بيولوجي دي ممكن بعد كده تعمل لك بلورا الافيوجن في الام سي كيو، انهي نوع من الافيوجن؟ اكسوديت انفلاماتوري اكسوديتيف بلورا افيوجن، تمام؟ اما نيجي نتكلم على الديفرنشال دايجنوزس، خدوا بالكم بقى ان انا جت مره من زمان قوي يجي يقول لك ديفرنشال دايجنوز اوف دراي بيولوجي، تمام؟ فانتوا كلكم بتكتبوا فروم اذر كوز اوف اكيوت شيست بين، ماشي؟ فروم اذر كوز اوف اكيوت شيست بين كلكم بتكتبوا دي وتسكتوا، لا لازم برضه اقول له فروم اذر كوز اوف اكيوت ابدوم، اهو خدوا بالكم دي وعدت ناس، لازم من اكيوت ابدوم. هتفهمنا لو عمل ريفيرال او كان البلورز واخد الاوتر وعمل ريفيرال على الانتر كوز ده يقول لك الابر ايه الابر ابدوم. تاني حاجه ديفرنشال دايجنوستس اوف ذا كوز بتاع الدراي بيولوجي، يبقى ماذا فرق الدراي بيولوجي عشان لو جات لك في الامتحان هي صعب تيجي بس خد بالك منها برضو. ثلاث حاجات فروم اذر كوز اوف اكيوت شيست بين، فروم اذر كوز اوف اكيوت ابدون، وفروم ديفرنشال دايجنوستس زي ايه اوف ذا كوز. نعالج ازاي؟ اهم حاجه نعالج الكوز، تمام؟ وتدي انالجيزكس مع انتي انفلاماتوري، تمام كده؟ حاجه زي الاسبرين ولا حاجه بروفين اي حاجه انالجيزك كده وخلاص. الحمد لله ده في المستقبل لو كان ايديوباثيك يعني بقى ناخد مورفين ولا اسبرين ولا اي حاجه من الحاجات الانالوجيك دي يوم يومين وان شاء الله الموضوع هيختفي. ولو في كوز اهم حاجه برضه نعالج الايه الكوز، يبقى ده اول موضوع في البلوروزي اللي هو الدراي بلوروزي، موضوع سهل يتذاكر في خمس دقائق. هنتكلم بعد كده بقى يا اولاد في الموضوع اللي بعد كده المهم جدا، طالع سؤال مهم جدا اللي هو البلورال افيوجن. يعني ايه يا اولاد بلورال افيوجن؟ ده عباره عن اكيوميشن اوف فلويد في البلورال سبيس، اكيوميشن اوف فلويد في البلورال سبيس. اول سؤال يقول لك طب امتى نشخص ان واحد عنده بلورال افيوجن، تمام؟ البلورال افيوجن ده ديتكتد كلينيكال، يعني العيان ابتدي يحس ان عنده ميه في البلوره لو الميه دي بقت اكتر من 500 مللي، تمام؟ وتشخص راديولوجيكال، خد بالكم راديولوجيكال دي مينز بالاكس راي اكتر من 300 مللي، تمام؟ يبقى اكيوميشن اوف فلويد في البلورال سبيس ديتكتد كلينيكال لو كانت الميه دي اكتر من 500 مللي، وراديولوجيكال بالشيست اكس راي خد بالكم لو اكتر من كام؟ من 300 مللي، تمام كده؟ السي تي راديولوجيكال يجيب لك اقل من كده، اقل من 300 مللي، تمام؟ طب هو النورمال اصلا البلورال سبيس في فلويد يا دكتور؟ يعني هو النورمال البلورال سبيس بيبقى فيه حوالي من 10 ل 20 مللي فلويد، تمام؟ نورمال 10 ل 20 مللي فلويد، تمام كده؟ اكتر من كده بعتبره بلورال افيوجن، بس زي ما بقول لك مش هنعرفه كلينيكال اكتر الا اكتر من 500 مللي، والاكس راي هيجيب لك اكتر من 300 مللي، تمام؟ طب ايه اسباب؟ اول سؤال هو اسباب البلورال ايه؟ افيوجن، تمام؟ بص يا جماعه احنا عندنا في 3 افيوجن في المنهج، عندنا 3 افيوجن في المنهج، في عندنا بلورال افيوجن، وفي عندنا بريكارديال افيوجن، وفي عندنا بروتونيال افيوجن اللي هو الاسايتس، تمام؟ واسباب الافيوجن بتاعتهم واحده عشان مش تحفظ كتير. اسباب اي افيوجن يا اولاد عندنا ممكن تبقى ترانسوديت، وممكن تبقى اكسوديت، وممكن تبقى كايلس، وممكن تبقى سودو كايلس، وممكن تبقى هيموراجيك، تمام؟ اسباب اي افيوجن واحده، ترانسوديت، كلمه ترانسوديت يعني ميه رايقه، تمام؟ مفيش فيها انفلاماتوري سيلز. في اكسوديت لا ميه في عين فيها انفلاماتوري سيلز. في كايلس، كايلس يعني ايه؟ كلمه كايلس يعني لمف، سودو كايلس يعني بس لونج ستاندنج بس، تمام؟ وفي كمان عندنا هيموراجيك، هيموراجيك يعني ايه؟ يعني ميه عين فيها ار بي سيز. طب ايه الفرق يا دكتور بين كلمه هيموراجيك وكلمه بلادي، تمام؟ هيموراجيك يعني ميه عين فيها ار بي سيز، بلادي يعني بلاد بلاد، تمام؟ ده ار بي سيز بس، بلاد يعني ايه ار بي سيز؟ بلاد سيز بليد كل حاجه، تمام؟ والاثنين بيبقى لونهم احمر. نفرق بينهم ازاي؟ اقول لك كمان شويه. طب يبقى الاسباب تاني يا اما ترانسوديت، اكسيوديت، كايلس، سودو كايلس، هيموراجيك. حلو؟ تعالوا بقى نمسك واحده واحده، يعني اول حاجه الترانسوديت، تمام؟ الترانسوديت في الثلاثه واحد، حاجه واحده عشان نحفظ برضه مره واحده كده. فروقات بسيطه قوي بينهم يعني. الاول ترانسوديت يعني ميه رايقه. هو السؤال ايه اللي يخلي اصلا تيشو اي تيشو يتكون فيه ميه يركن فيه ميه، تمام؟ الاول عايزين نفهم. بصوا يا اولاد لو ده تيشو، تمام؟
اهو اي تشو عندنا في جسمنا بيبقى ليه من جهه ارتيريال سايت ومن الجهه الثانيه في فينس سايت. يعني ده فينا اهو وده ارتري. تمام. ودايما انت عارف ان بيتحكم في اي بلاد فيزل سواء ارتري او فين قوتين. تمام. قوه اسمها اونكوتيك بريشر وقوه ثانيه اسمها هيدروستاتيك بريشر. تمام كده. الانكوتيك بريشر بيبقى اللي مسؤول عنها البلازما بروتين، واهم بلازما بروتين بيبقى مسؤول عن الانكوتيك بريشر هو الالبوم. طب هو الانكوتيك بريشر ده يا دكتور يخلي الفلويد يطلع من الفيزن للتشو ولا العكس؟ لا العكس. يعني ايه الانكوتيك بريشر ده؟ بيبقى ليه قوه شفط. لقوه ايه؟ ها شفط، يشفط، يمنع ان الفلويد يخرج بره الفيزن. طب هيدروستاتيك بريشر؟ لا ده ليه قوه طرد. تمام كده. واللي مسؤول عن الهيدروستاتيك بريشر هو ايه؟ كميه الفلويد اللي موجوده جوه البلاد فيزن. تمام كده. يبقى انا عندي قوتين في اي بلاد فيزن سواء ارتري او فين بيتحكموا فيه. وانكوتيك بريشر مسؤول عن البلازما بروتين لقوه شفط يشفط لجوه، هيدروستاتيك بريشر بايه؟ بيطرد لبره. حلو الكلام. تعال نشوف على الارتري، في الارتري كده القيم كام وكل واحده كام. يعني الهيدروستاتيك بريشر اوريك في الارتري المفروض 32 ملم مركري. تمام. الانكوتيك بريشر سواء ارتري او فين ثابت 25. الهيدروستاتيك بريشر في الفين 12. حلو كده. تعالوا نشوف كده في الارتري الهيدروستاتيك بريشر كام؟ 32. الانكوتيك بريشر كام؟ 25. يعني في الارتري الطرد اكتر ولا الشفط؟ المفروض في الارتري الطرد. وده على بيني وبينك منطقي. ليه؟ هو انا عايز دلوقتي اصلا كده كده هو وظيفه الارتري انه بيصبلاي التيشو سباي، صح كده؟ باي نيوتريشن اوكسجين. يعني انا عايز الفلويد يبقى اتجاهه كده. وده بيتحقق في الارتري ان الهيدروستاتيك بريشر اعلى من الانكوتيك بريشر. طب الفين بقى؟ الفين المكسب لمصلحه مين؟ الانكوتيك بريشر، صح كده؟ فالفين عايز كده يقوم يشفط كده. ولو انت شفت يعني لو خدناها كده حسابي يعني 32 ناقص 25 كام؟ ها؟ 7. ولو طلعت 5 شو 12 من 12 13. يعني المكسب الجنرال لمصلحه الانكوتيك بريشر. وعشان كده جسمنا ما بينفخش قوي يعني. جسمنا ما بينفخش، مفيش فلويد بيرتنج في تشو طول ما ايه المنظر ده موجود. امتى بقى؟ خد بالك معنى ترانسوليت ايه؟ ترانسوليت يعني انا عايز الفلويد بقى يركن هنا، يركن في التشو. اللي يخلي الفلويد يركن في التشو حاجه من ثلاثه. يعني اللي يعمل ترانسوليت ده حاجه من ثلاثه. يا اما ان الانكوتيك بريشر قل اللي هو الشفط قل، يا اما ان الهيدروستاتيك بريشر زاد، يا اما في واحده ثالثه ان الكابيلاري برميابيليتي زاد. لا الانكوتيك بريشر الشفط قل، لا الهيدروستاتيك بريشر زاد، لا البرميابيليتي بتاعت الكابيلاريز بقت اعلى، فبالتالي الطرد من الارترز بقت اعلى. حد فاهم حاجه؟ تمام. طب تعالوا بقى نشوف الاسباب اللي ممكن تعمل ده او ده او ده. يبقى انت احفظ دايما كده اهو اي ترانسوليت اسبابه الثلاثه دول. تمام كده؟ وعايزين نفهم الانكوتيك بريشر ربنا مسؤول عنه البلازما بروتين، وان اهم بلازما بروتين هو مين؟ هو الالبوم. حلو الكلام؟ طب اللي هو الالبوم ده متصنع فين؟ ها؟ سبعك بتقول الليفر. يبقى اول حاجه تنقص الانكوتيك بريشر لو الليفر باظ، ليفر سيلفيلي. تمام؟ طب انا عندي مرض في النفر، في النفر في الكدني، تلاقي الكدني عماله تفوت بروتين كتير قوي، العم بقى عنده ايه؟ حاجه اسمها البومونوريا، ها؟ صح؟ نفروتيك سندروم. يبقى اللي بيقلل الانكوتيك بريشر ان انا قللت البلازما بروتين، يا اما التصنيع وقف ليفر سيلفيلير او اللي هو النفروتيك ايه؟ سندروم. حلو الكلام؟ طب تاني حاجه زادت الهيدروستاتيك بريشر، ايه اللي يزود الهيدروستاتيك بريشر ويحصل فيه كونجيشن كده، الدم يبتدي يركن والفلويد يركن؟ اه هارت فيلير، صح كده؟ مش وظيفه الهارت فيلير اللي بيستقبل الدم اللي جاي من الفينس؟ تمام كده؟ وده وظيفه الهارت. طب لو حصل هارت فيلر يبتدي يحصل ان الدم يركن، فيبتدي عنده ايه؟ هارت فيلر. بس السؤال هنا بقى، هو اللي يعمل بالدورة الانفيوجن او لا؟ رايت سايد هارت فيلر ولا ليفت سايد هارت فيلر؟ الاثنين. خدوا بالكم من دي والنبي. يبقى اللي بيعمل هارت فيلر الرايت سايد هارت فيلر والليفت سايد هارت فيلر الاثنين. ليه يا دكتور؟ لان انت عارف لو دي اللنج اهي. تمام؟ اللنج بيبقى حواليها ايه؟ احنا اتفقنا البلوره، والبلوره في حاجتين، في فيسترال وفي برايتال اهو. تمام. الفيسرا البلوره اللي ناحيه جوه دي اللي لازقه في اللنج بتدرين في البلمونري فين، بينما البرايتال البلوره اللي بره الدرينج بتاعها
في السيستميك فين الفيسرال بالوره الدرينج بتاعها في البلمونري فين بينما البراتل في الايه في السيستميك فين. طب تعالوا نرسم القلب كده اهو ده الهارت تمام. خدوا بالكم اللي انا عامله ده كده الرايت سايد بيستقبل منين من السيلولر انفيرور فينا كيف اللي هم السيستميك فين تمام كده بينما الليفت سايد اهو بيستقبل منين من اللنج من الاربعه بالمونري فينس. يعني انا عايز اقوله ايه بقى ان لو واحد عنده الليفت ده اللي بايظ ليفت سايد هارت فيلير فبالتالي القلب مش هيستقبل من اللنج فيبقى عنده احتقان في البلمونري فين تقوم الفيسرال بلوره نتيجه الاحتقان فيها ترشح يبقى عنده بلوره ديفيوجن. طب لو واحد عنده رايت سايد هارت فيلير يا دكتور اهو انا عندي رايت سايد هارت فيلير بالتالي هيبقى عندي سيستميك كونجيشن صح كده وعشان عندي سيستميك كونجيشن يقوم برضو عندي احتقان في السيستميك فين تقوم البلوره دي ترشح يعني يبقى عنده بلوره ديفيوجن. يبقى البلورا الافيوجن بيعملها هارت فيلر سواء كان ليفت سايد فيلر او رايت سايد هارت فيلر تمام. خدوا بالك يبقى ده مين البلورا الافيوجن. طب يا دكتور مين اللي يعمل بريكارديا ماشي هطلع بره الموضوع شويه اللي بيعمل بريكارديا الافيوجن سيستميك فقط البريكارديا الافيوجن سيستميك كونجيشن فقط يبقى رايت سايد هارت فيلر. يبقى اللي يعمل بريكارديا الافيوجن هو مين ها رايت سايد هارت فيلر. اللي بيعمل بلورا الافيوجن الليفت والايه ها والرايت والتفسير بتاعها هو يبقى ده هارت فيلر ليفت سايد او ايه او رايت سايد هارت فيلر ماشي. طب ايه تاني غير الهارت فيلر ممكن يزود الهيدروستاتيك بريشر ها ممكن سوبيرور فينا كيفا سوبيرور فينا كيفا اوبستراكشن تمام كده برضه هيعمل سيستميك كونجيشن وتلاقي العيان عنده سوبيرور فينا كيفا من فوق من جايب من دم منطقه الشيست فالعيان بيبقى عنده سوبيرور فينا كيفا اوبستراكشن العيان بيبقى عنده بالتالي سيستميك ايه سيستميك كونجيشن تمام كده. يبقى ده حاجات بتزود الهيدروستاتيك بريشر. طب ايه يا دكتور اللي يزود الكابيلاري برميابيليتي اهم واحده الميكسيدين علمنا عليها دي قوي مهمه قوي اهم حاجه الميكسيدين. ميكسيدين يعني هايبو ثايرويدزم تمام لازم تبقى عارف حاجه في جنب كده الميكسيدين يا اولاد بتعمل جنرالايزد اناساركا. يعني ايه يا دكتور كلمه اناساركا؟ اناساركا يعني بالنورال افيوجن بالكاردا افيوجن بروتينيال افيوجن. يبقى الميكسيديما بتعمل جنرالايز لاناساركا بتعمل نورال افيوجن بتعمل بريكاردال افيوجن وبتعمل اسايتس ثلاثه. وعشان كده على فكره الميكسيديما بتخش في الديفريشن مع النيفروتيك مع النيفروتيك سندروم تمام. طب ليه يا دكتور الميكسيديما بتزود الكابيلاري بيرميابيليتي؟ قال لك لان في الجماعه اللي عندهم ميكسيديما بيزيد حاجه اسمها الميوكوبوليساكرايد. ميوكوبوليساكرايد الميوكوبوليساكرايد زادت ليه؟ ركز معايا كده هو ايه الاكزامبل على الميوكوبوليساكرايد؟ حاجه اسمها مثلا الهاليورونيك اسيد سمعتوا حاجه اسمها الجلايكوزامين والجلايكان في البايوكيمستري زمان ده منها حاجه اسمها الهاليورونيك اسيد. يعني مثلا عندك الهاليورونيك اسيد ده بتصنع عندنا المفروض في انزيم يكسره حلو الانزيم مثلا بيكسره اسمه الهاليورونيديز ماشي. يبقى انا عندي فيها هاليورونيك اسيد بتصنع وفي انزيم بيكسر اسمه الهاليورونيديز ده بيكسر الزياده بتاعت الميوكوبوليساكرايد او زياده بتاعت الايه؟ الجلايكوزامين والاكيد ماشي. الاكتيفيتي بتاعت الانزيمات دي محتاجه ثيروكسين. طب ميكسيديما او هايبوثيروديزم يعني ايه عن الثيروكسين؟ يعني الثيروكسين ده هو هرمون الطاقه محتاجه عشان الاكتيفيتي بتاعتك من بره ومن جوه الانزيمات بتاعتك. عشان العيان عنده هايبوثيروديزم الاكتيفيتي بتاعت الانزيم ده هتقل. فمين اللي يزيد بقى؟ الهاليورونيك اسيد او الميوكوبوليساكرايد. الميوكوبوليساكرايد دي لقوا ان هي تقوم راحه مترسبه في الوول بتاع البلاد فيزل تقوم عامله دامج يحصل دامج للكابيلاريز فبالتالي البرميابيلتي مالها تزيد. يقول عندي لك بقى ايه ببريكاردا الافيوجن ممكن يجي لك ببلور الافيوجن زي دلوقتي هيجي لك كمان ايه باسايتس. فهمتوا حاجه؟ يبقى ده بالنسبه لمين؟ للميكس دي تمام كده؟ في حاجه كمان بره بقى الثلاثه دول عايزك تعرفه عشان تيجي في الام سي كيو حاجه اسمها الميكس سندروم. والميكس سندروم دي هتبقى متكرره معانا على فكره احنا مش رحنا جي اي تي كنا جبنا برضه سيرتها في الاسايتس الميكس سندروم. الميكس سندروم دي يا ولاد ثلاث حاجات بتبقى عباره عن اوفيريان تيومر زائد رايت سايد بالنورال افيوجن واسايتس. دول ثلاثه يبقوا مع بعض كده يبقى الميكس سندروم اوفيريان تيومر مع اسايتس مع رايت سايد بالدورات الفيوجن. واحد سمع الرايت يقول يا دكتور اشمعنى الرايت يعني؟ مالها الليفت؟ لان انا عندي انت عارف الدافرام في رايت وفي ليفت كوبلا اوف دافرام.
الرايت كوبلا بتاعت الديافرام بيبقى فيها فورامن ديفكت اسمها فورامن ديمورجاني ده انا تقول كان ديفكت ما فلو واحد عنده وصيه الساد الفيرو دي ومعدي عن طريق ديفكت ده يخش على البلوره ويقوم يعمل لك رايت سايد بلوره الايه ديفيوجن فهمتوا حاجه يبقى ده اسباب الايه الترانسيوليت تتحفظ صم ده اسباب الترانسيوليت يبقى اسباب الترانسيوليت ده نقص اونكوتيك لزياده هيدروستاتيك لزياده كابيلري ايه بيرميابيلتي ماشي كده يا جماعه تاني حاجه الاكسوديت بقى الاكسوديت احنا قلنا ايه ميه عين فيها انفلاماتوري سيلز تمام ميه عين فيها انفلاماتوري سيلز فالاكسوديت دي خدوا بالكم كلمه واحده عشان ما تحفظش كتير بتحصل اون توب اوف دراي بلوروزي اهي وتكتب اسباب الدراي بلوروزي كامله برايمري وايه وسكندري مش احنا خدنا واحده من الكومبليكيشن بتاع الدراي بلوروزي اللي يحصل اللي عندها بلورا الافيوجن اكسوديتيف لو تفتكر فده بتحصل اون توب اوف دراي ايه بلوروزي واكتب اسباب الدراي بلوروزي كامله بس مين هو الموست كومن كوز انفكشن يعني الموست كومن كوز اللي يعمل اكسوديتيف بلورا الافيوجن انفكشن سبيشال تي بي تي بي وبيسموا الافيوجن بلورا الافيوجن اللي بيحصل اون توب اوف دراي بلوروزي ده او اون توب اوف انفكشن بيسموه بارا ليمونيك افيوجن خد بالكم من الاسم ده يبقى لو اتسالت في الامتحان ايه الموست كومن كوز اوف بلورال افيوجن تقول له البارا ليمونيك اون توب اوف انفكشن قال لك انهي انفكشن بذات التي بي يعني التي بي عشان عارف تي بي ذا موست كومن كوز اوف بلورال افيوجن تي بي ذا موست كومن كوز اوف بيريكاردال افيوجن تي بي ذا موست كومن كوز اوف كونستريكتيف بيريكاردايتس تاني تي بي ذا موست كومن كوز اوف بلورال افيوجن تي بي ذا موست كومن كوز اوف بيريكاردال افيوجن تي بي ذا موست كومن كوز اوف كونستريكتيف بيريكاردايتس بينما الموست كومن كوز اوف اسايتس اللي هو البروتينال افيوجن هو الليفر سيل فيلر حلو الكلام يبقى ده تاني حاجه اكسيوبيتيف تمام تالت حاجه الكايلس ورابع حاجه السودوكايلس احنا قلنا كايلس ليف سودوكايلس يعني بص خد بالكم الاثنين دول لو انا سحبتهم بيطلع لك حاجه ميلك وايت سائل ابيض بيطلع لك من الحتتين دول الحته اللي جايه دي مهمه عشان تعرف كلينيكال باثولوجي دايما الليمف بيبقى ريتش بالترايجلسرايد بينما السودوكالس او البص بيبقى ريتش في الكوليسترول لو انا حللت ده هتلاقي ريتش بالترايجلسرايد لكن ده ريتش بالايه بالكوليسترول تمام طبعا اللي هيعمل كايلس او ليمف هو الليمف ماشي في الثوراسيك داكت لو اوبستراكشن او رابشر للثوراسيك داكت سودوكالس او بص انفكشن ستاف تمام مثلا زي الستاف اهم واحده او الستريت تمام كده يبقى ده ايه الكالس والسودوكالس خامس حاجه الهيموراجيك قلنا عين فيها اربسيز ولو تفتكر قلت لك ايه الفرق بين الهيموراجيك والبلادي قلت لك الهيموراجيك ميه عين فيها اربسيز بينما البلادي بلاد في اربسيز وايت بلاد سيلز وبليتت تمام طب افرق بينهم ازاي افرق بين دول ازاي لا تودي المعمل طب افرض انت ما عندكش معمل دلوقتي هتقوم عامل ايه انت سحبت فلويد اهو من الابره بتاعتك من البلوره هتبتدي تقوم انت حاطه جايب اهو انبوبه وحاطط فيه الفلود اللي انت ايه سحبته فاكر انتوا ما شرحنا في البلاد اللي هو البلدس الفوليا ولا الهيماتوكريت فاليو كنت قلت لك تجيب 100 مللي وتحطهم في انبوبه وقلت لك بعد فتره تلاقي الاربيز نزلت لتحت وقلت لك عشان الدم ما يتجلطش كنا نحط نقطتين ايه هيباري وتلاقي الدم كده تلاقي الاربيز نزل لتحت المفروض اهي المفروض الاربيز تنزل لتحت كده هنا قلنا الافرج 50% واللي فوق ده بيبقى اصفر ده اللي هو الايه البلازما والله انت هتجيب الفلود اللي انت سحبته لو تحطه في انبوبه طلع كده طلع زي بتاع البلد يبقى ده بلد طلع بعيد عن الارقام دي لقيت الايه شويه اربيز نزلوا تحت خالص 10% ولا حاجه والباقي كله بلازما يبقى ده هيموراجيك عشان الاثنين هيطلع لك حاجه حمرا انت تشوفها بعينيك حاجه حمرا فهمتوا حاجه لو انت عايز تفرق وبتاع المعمل مثلا مش موجود عشان يقول لك ده في اربيز وايت بلاد سيلز وبليتلت يعني تمام كده ماشي طب هو ايه اللي يعمل بقى هيموراجيك تمام كاربع اسباب عندك ممكن تي بي ممكن مالجنانسي ممكن عندنا كمان تروما ممكن الهيموراجيك بلاد ديزيز تي بي اه اللي هو كان في الاكسوديتيف عادي يعني ممكن يبقى انفلاميشن بس او ممكن في اربيزيز نقول عليه هيموراجيك مالجنانسي احنا خدنا قبل كده لو تفتكر كنت قلت لك قبل كده كرايتيريا اوف مالجنانتي فيوجن كل كتير عارف جنب كده ايه الكرايتيريا بتاعت المالجنانتي فيوجن تمام الكرايتيريا بتاعت المالجنانت افيوجن اولاني اولا بيبقى تنس ومسل تمام تاني حاجه رابيدلي اكيوميوليتنج افتر تابنج
يبقى اول حاجه تبقى كميته كبيره قوي. تاني حاجه لو سحبته يرجع يتكون تاني بسرعه. تمام. تالت حاجه هيموراجيك. رابع حاجه كونتين مالجننت سيل. يبقى لو سالك في الامتحان كرايتيريا بتاع المالجننت افيوجن في البلورال افيوجن في البريكاردال افيوجن في الاسايتس واحد تنسى ماسف رابد لاكيوليتنج افتر تابنج هيموراجيك كونتين مالجننت سيل. في واحده خمسه هتضيفها مع البلورال افيوجن بس. احنا خدنا القاعده يا اولاد لو تفتكر ان لو انا عندي بلورال افيوجن ان التراكيه ومرسيه شفت التو زي ايه؟ ها؟ شفت التو ذا اوبوزيت. فاكرين الحته دي ولا لا؟ الحصه اللي فاتت اللي هي الفيديو اللي فات كنا قلنا الاتي. لو انا عندي ميه مثلا لو انا بعمل اكس راي اهو هو المفروض ده الهرطة. طب انا بعمل اكس راي وعندي مثلا ميه في الناحيه اللي هنا دي اللي هي الناحيه الرايت اهي ده الميه اهي 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 تطلع لفوق كده. هشرح لك الاكس راي بتاعك. المهم الميه دي هنا المفروض ده يبقى مبقاش في النص بقى كده. لا المفروض لو ميه محترمه كميه كويسه كده هتلاقي التراكيه والمرسانه شفت التوزامين توزا اوبس. يعني المفروض الاقي المنظر ده في الاكس راي ده بيقول عليه هوموجينس اوباستي. هوموجينس اوباستي الحته دي اسمها ايه؟ ده الكوستال كارتليج صح اهو وده الديافرام. المفروض الحته دي الزاويه دي بيسموها كوستوفرينيك انجل. فالمفروض دايما كده الافيوجن كده يقول لك هوموجينس اوباستي حاجه بيضة اوبليتريت الكوستوفرينيك انجل وكل ما تزيد راح لاترال رايزنج تو ذا اكزيلا شفت التراكيال سام تو ذا اوبزيت سايد. ده المفروض القاعده صح. يقول لك مع المالجنانسي بقى خدوا بالك مع المالجنانسي يقول لك يحصل شيفت للتراكيه مع الميدياستاينا تو سيم سايد. يعني بقى اللي المنظر ده سيم مش اوبزيت عكس القاعده. يعني لما تيجي تعمل الاكس راي ما تلاقيش المنظر ده. لا تلاقي كده ده الافيوجن اهو وتلاقي المنظر عامل كده تلاقي التراكيه والهارت رايحين شفت ذا سيم سايد. محلوله لا اشمعنى يعني؟ شوف احنا اتفقنا الكرايتيريا بتاع الميجنت افيوجن اول واحد تنسوا مثلا الميه بتبقى كتير قوي فالميه عشان كتير قوي تضغط على اللي وراها اللي هو اللاند اللي وراها تقوم عامله اندرلاينج لاين كولابس. واتفقنا في حاجتين بيشدوا الحصه اللي فاتت اللي هو الكولابس والفايبروز. طب واحد دكتور لا طب ما انا عندي هنا كده في اللنج حاجتين يبقى انا عندي ميه بتشفت الاوبزيت صح ورا الميه دي في كولابس. كولابس بايه؟ بيشد. طب مين اللي يكسب الكولابس ولا ولا الميه؟ قال لك الكولابس. يعني شده الكولابس اكتر من زقه الميه. حد فاهم حاجه؟ يبقى شفت التراكم مثلا تو ذا سيم سايد دي اكتب كده نتيجه الاندرلاينج لنج كولابس. ده المميز فيها وبتسال في الشفه. شوفوا القاعدة بتقول تاني ان البلورال افيوجن بيشفت التراكية والسام تو زمين تاني ها تو ذا اوبزيت سايد. حلو. قلنا عكس القاعدة ان واحد يبقى عنده افيوجن تلاقي التراكية والسام شفت تو ذا سيم سايد. اللي يعمل المنظر ده حاجتين يا ولاد. يبقى اكتب في جنب كده ايه اللي يخلي عيان بلورال افيوجن تلاقي معاه التراكية والسام شفت تو ذا سيم مش الاوبزيت سايد. حاجتين. اول حاجه المالجنانسي اهو. تاني حاجه الكرونيك افيوجن كرونستي. ليه يا دكتور؟ لان مع الكرونيك افيوجن يقول لك يحصل فايبروز. مع الكرونستي يحصل فايبروز بينما مع المالجنانسي يحصل كولابس. وشده الفايبروزس او شده الكولابس اكتر من الزقه بتاعت الايه؟ بتاعت الميه. تمام؟ فاحنا بنعمل خدوا بالكم الحته اللي جايه دي مهمه. انت تبعت العيال يعمل الاكس راي مثلا جالك العيال بهموجنس اوباستي والكوستوفينيك انجل رايزنج تو ذا اكزيلا ولقيت التراكم مثلا شفت زين صح كده؟ انت قال له بص الاكس راي كده خلاص دي في دماغك حاجتين لا كرونوسكي لا مالجنانس. تقوم سال العيال والله يا حاج الميه اللي على انت كان عندك ميه قبل كده على الرئه يا حاج؟ قال لك اه والله. فتاني انا بقول لك ايه؟ لما بيجي لك عيان تيجي تعمل شيست اكس راي قلنا هتلاقي هوموجينس اوباستي وبريد كوست في نانجا راجل تو ذا اكزام لان التراكم مثلا شفت ذا سيم سايت. يبقى ده لا مالجنانس يا اما مين؟ يا كرونس كرونيك افيوجن. اسال عيان زي ما قلت لك كده. اسال عيان الميه ده كان بيتكون عندك ميه على الرئه يا حاج؟ قال لك اه ده انا عندي مثلا مشكله في الهارت وعندي الميه دي بتتكون على الرئه بقى لها مثلا 3 سنين 4 سنين 5 سنين كان زي اللي هيقول لك عليها وعندي تي بي بقى لي فتره ده يبقى كرونوستي. قال لك لا والله ده انا موضوع الميه ده انا اول مره اعرفه النهارده او يا دوبك لسه بادي معايا من اسبوعين ثلاثه يبقى ده على طول مالجنانسي. حلو الكلام؟
يبقى المميز في ان نبدا الديفيوجن انكيزو باللورا الديفيوجن اللي بيشفت التراكيوم مثلا تو ذا مين تو ذا سيم شفت الكورس تو ذا سيم سايد دي زياده. الباقي كله في الاسايتس والبريكاردال افيوجن نفسهم برضه تنس ماسف رابيد كومنتنت افتر تايمنج هيموراجيك كونتينر ريجنت سيس. يبقى ده المالجنانس. ثالث حاجه التروما. تمام تروما خط عليه زي اللي احنا قلنا عليها عملت لك مثلا باللوزي وبعد كده عملت لك بالدورال افيوجن او خط اثرت على فيزل ولا حاجه اما فرقع وعمل لك ايه افيوجن. طب ايه كمان مهم برضه التروما وعايزك تتعلم عليها مهم قوي التابنج بتاع الاسايتس. مهم قوي الحته دي التابنج بتاع الاسايتس. تمام شوفوا وركز بقى في الحته دي. لو ده الريبس بالمنظر ده كده يعني ده الريبس عندك اهي الانتركوستال فيزلز. السؤال هنا الانتركوستال فيزلز بتبقى ماشيه على الابر بوردر بتاع الريب ولا على اللور بوردر؟ ها على الابر ولا على اللور؟ المفروض تبقى ماشيه على مين؟ ها على اللور. شطار يا ولاد. يبقى على اللور بوردر كده كلكم على ورق عارفين يبقى تبقى ماسك دايما الانتركوستال فيزلز ماشيه على اللور بوردر. تمام فانا المفروض لو انا مثلا عارف ان هنا في ميه في المنطقه دي وعايز ادخل اسحب الميه دي ادخل بابرتي على الابر بوردر ولا على اللور بوردر؟ المفروض ان انا وانا بعمل كابنج للانفيوجن ادخل على مين؟ على الابر ما اخشش على اللور لان لو دخلت على اللور هقوم معور الانتركوستال فيزلز ومدخل الدم اللي جواها جوه البلورال سبيس او عامل هيموراجيك بلورال انفيوجن. فهمتوا حاجه؟ يبقى انا المفروض ادخل على مين؟ ها؟ على الابر بوردر. هنا انت غلطت يعني انت خلاص شخصت الحاله عندها ميه تمام او جبت البروب بتاع الالترا ساوند بتاعك وعرفت ان المنطقه دي فيها ميه وداخل تسحب فانت بدل ما تدخل على الابر قمت داخل على مين؟ على اللور فقمت واخد البلد اللي هنا ده معور الانتركوستال فيزل واخده مودعه البلوره بما انت عملت هيموراجيك بلوره الايه؟ افيوجن. حد فاهم حاجه؟ يبقى ده التابنج بتاع علم واحد تاني مهم قوي اللي هو التابنج بتاع الافيوجن ده اهم واحده في الطرق. رابع واحده بقى الهيموراجيك ايه؟ هيموراجيك بلد ديزيز. يبقى دي الاسباب بتاعه البلورال افيوجن. تمام يا جماعه؟ حط عليها سؤال مهم جدا جدا جدا. ندخل بعد كده في العنوان اللي بعد كده كلينيكال بيكتشر. وده اسهل حاجه، يعني اسهل حاجه في الشست واللي مش عايزه تفكير كلينيكال بيكتشر بتذاكر في دقيقه. دايما الكلينيكال بيكتشر بتاع اي موضوع في الشست المفروض لو انت مذاكر الفيديو اللي فات اخرها معاك دقيقتين اكتر من دقيقتين دايجنوستيك وانت ريتارديش ملهاش حل. شوف الكلينيكال بيكتشر حتى فانا هنقسم الكلينيكال بيكتشر بايه؟ ها سيمتوم اهي وساين. وقلنا الساين هنقسمها والله جنرال ويا ولاد ولوكال. تمام يلا بالنسبه للسيمتوم طبعا لو كانت المايه قليله اسيمتوماتيك احنا قلنا بتشخص كلينيكال لو اكتر من كام؟ ها 500 مللي. فاحنا قلنا السيمتوم بقى لو هي ميه محترمه كده العيان يشتكي من ثلاث حاجات قلنا هيشتكي من كف وديزنيا وشيست بين بس احنا اتفقنا في كل البلورال ديزيز ابتدي بمين؟ ها بالشيست بين. الشيست بين هناك في الدراي بلوزي كان ستيتش نغز هنا الشيست بين في ميه عرقه عامله تقل فالشيست بين هنا بيبقى ضل ايكنج ضل ايكنج شيست بين يقول لك العيان عنده تقل يقول لك انا عندي تقل يا دكتور على في حاجه كبسه على نفسي كده يبقى هنا بيبقى ضل ايكنج شيست بين. تمام برضه اللي عنده كف الكف هنا سايبها ان الميه هتعمل اريتيشن للكف سيبته اللي موجوده برضه في البلدورال سبيس. اللي عنده ديزنيا ديزنيا ليه؟ ما في حاجه ضغط على اللنج عامله كولابس وراه سواء كانت بارشل كولابس او كانت ميه كتير قوي عملت كومبليت كولابس يعني نص اوبريشن اللي برضه من اللنج اللي احنا قلنا عليها فالعم بقى عنده ديزنيا. يبقى ده السيمتوم. تمام مع السيمتوم بقى بتاعت الكوز المنصوره ما عادش بيجي لها خلاص الاسئله الطويله دي فهكتب الثلاث كلمات دول بقى لها مثلا اللي هو بتوع الازهر سواء القاهره او دمياط. خدوا بالكم لو جه السؤال ده في الامتحان لازم اكتب اسمته وذا كوز اهم كوز مين احنا اتفقنا التي بي اهم كوز وادي التي بي فاكتب الكلينيكال بيكشر بتاع التي بي توكسيديا يعني عام بتاع السيمتوم بتاعت التي بي ايه ما نقدر ناخدها هناخدها ان شاء الله في الشيست تايت فيفر نايت سويتنج لوز اوف ويت لوز اوف ابيتايت الكلام ده لازم يتكتب كله. يبقى ده بالنسبه للسيمتوم. تمام كده بالنسبه للساين جنرال ساين تمام برضه ساين اوف ذا كوز اكتب الساين الجنرال ساين بتاعت التي بي هناخدها ان شاء الله في التي بي باذن الله. بالنسبه لللوكال ساين ها احنا اتفقنا بقى اربع حاجات هنتكلم عليهم انسبكشن بلبيشن بيركشن اوسكالتيشن. بالنسبه للانسبكشن الشيب بتاع الشيست الميه بتعمل ها يونيلاترال بلش لو كميه محترمه هتعمل يونيلاترال بلش
السبايرات الموفمنت هتبقى بالها ليميت. طب البلبيش التركيه والتي في اف التركيه شيفت 2 ها ذا اوبوزيت سايد ايه قلنا امتى ده سيم حاجتين بالريفلكس ومع الكرونستي تمام. التي في اف طبعا هنا يبقى ايه ديكريز كنت اصلا بينك وبين اللاند مسافات في ميه فدي بتحط لك العاب اوضه 4 مش حاجه فديكريز. البركشن ها ستوني دانس يبقى البركشن لو انا ضربت فاكر ما شرحنا الحته دي ستوني دانس ده بالبركشن حلو كلام. بس معلش انا عايز ازود في الحته دي كلام زياده كده ركزوا معايا يا حته ملهاش اي لازمه بس عاد تلاقي دكاتره كده في الشفوي اللي هم عايشين بقالهم كتير دول طالع من التابوت بتاعك وجاي يسالك بقى الحته دي اللي جايه دي في البركشن. هو المفروض لو انا عندي ده اللانجا يا ولاد يبقى انت لو اتسالت عادي قول يا دكتور استوري ده بس وخلاص. قال لك لا ده انا عايز كل حاجه بالتفصيل والكلام القديم بتاع الكفار ده قول الكلام اللي انا اقوله ده. دلوقتي انا عندي الميه اهي ده خط الميه مثلا افترض ان الحته دي فيها ميه ميه هنا على اللانجا في الحته دي كده تمام. خدوا بالكم في لانجا ثانيه الجايه الثانيه اهي دي اللانجا الثانيه. شوف لو انت عملت بالكشن على اللانجا دي هنا كده على الميه نفسها اهي هتلاقي هنا ستوني دانس صوت مكتوم مكتوم مكتوم. طلعت شويه فوق وقمت عامل بركشن على الابر بوردر يبقى انا عندي الميه هنا كده في الحته اللي تحت دي فطول ما انا شغال تحت كده مكتوب ستوني دانس. هطلع انا على الابر بوردر الابر بوردر الميه اخف مش تقيله زي اللي تحت يعني هنا كانت ميه تقيله قوي اكتر وكميتها اكتر وعامله كولابس محترم وراها لكن كل ما تطلع فوق كل ما الميه تبقى اخف والكولابس اللي وراه يقل شويه. فيقول لك لو انت عملت بركشن خدوا بالكم على الابر بوردر بتاع الافيوجن ما يطلعلكش ستوني دانس لا يطلع لك دانس دانس بس. احنا اشتغلنا على حاجات كتير الاولاني كانت في ناس فيكم بعض ساعه في ناحيه ده ريزونانس وده دانس انتوا مش مقتنع. تخيل بقى ان انت هنا بتفرق بين ستوني دانس ودانس اللي هو مكتوم قوي ومكتوم بس مش قوي تمام. الدانس اللي على الابر بوردر ده بيسموه جارلاند وصفه واحد اسمه جارلاند وسماه جارلاند تراينجل. يبقى الجارلاند تراينجل اللي هو البركشن على الابر بوردر بتاع مين الافيوجن. حلو جوه واحد تالت اسمه سكودياك يبقى قال لك ايه احنا عملنا تحت هنا ستوني دانس جارلاند لحق الابر بوردر انا عامل هنا اهو حد فاهم حاجه قام جاي عامل بركشن فوق على السليم اصلا لا ايه بقى هو الطبيعي اللانج تبقى ريزونانس يا ولاد ولا دانس المفروض ريزونانس. حلو دلوقتي لما كنت انا باخد الهواء كان بيتوزع فوق وتحت دلوقتي بقى في عند ميه تحت الميه اللي تحت دي عملت ايه الميه اللي تحت دي ضغطت على المنطقه اللي تحت منعت ان يبقى فيه هواء صح يعني دلوقتي الميه اللي هنا دي عامله كولابس فالهواء اللي كان بيتوزع فوق وتحت دلوقتي هيروح فوق بس فنسبه الهواء اللي هتبقى في الابر بارت هتبقى اكتر من الطبيعي تمام كده اكتر من الطبيعي بيسموها دي كومبنساتوري انفيزيما اللنج اتنفخت قوي في الحته السليمه عشان كانت الحته في حته بايظه يعني ما عادش تاخد هواء فما تيجي تعمل بركشن بقى عشان هنا في هواء اكتر يحصل تلاقي هنا ايه هايبر ريزونانس يبقى الفوق هنا تلاقي هايبر ايه هايبر ريزونانس وصفها واحد اسمه سكودياك وقال لك ده هنسميه سكودياك ريزونانس. يبقى لو ضربت على الميه نفسها ستوني دانس على الابر بوردر دانس فوقها هايبر ريزونانس عشان الكمبنساتور انفيزيم قال لك سكودياك ريزونانس. حلو الكلام يا ريت جت لحد كده. جه واحد اسمه جروكوس اسمه جروكوس قال لك الناس خلصت الجهه اللي فيها ميه طب ما انا عايز اعمل بركشن على الجهه السريع يعني هو الميه كانت هنا هو فكر لك طب ما اعمل بقى على الجهه اللي هناك لقينا ايه بقى هو دلوقتي مش احنا قلنا لو في ميه هنا هيحصل شيفت للتراكيه والمدياستاينم تو ذا اوبزيت سايد صح ولا لا فالمنطقه دي نتيجه الشيفت التراكيه والمدياستاينم في الجهه دي مش هتاخد هواء كويس فما عمل بركشن في الحته هنا دي الجهه دي كده لقى دانس سماها جروكوس تراينجل يبقى جروكوس الاو افتكر اوبزيت تمام يبقى ده جارلاند ده جروكوس في ناس بتبقى عكسها لا ده جارلاند وده جروكوس تراينجل يبقى جروكوس تراينجل ده اللي في الاوبزيت سايد. حد فاهم حاجه؟ سيبك من الراجل ده كله يعرفه لو حد ركز عليه بس ما اعتقدش حد بيركز عليه دلوقتي يعني كلام كله كلام فارغ يعني لكن انا عملت بركشن على الميه ستوني دانس وخلاص. حلو الكلام؟ وبعد كده اتاكد بالاكس راي ملوش لازمه كان زمان الناس دي ما فيش اكس راي بقى ما كانش زي دلوقتي ما كانش في سي تي
فكان دايما الدكتور بقى بيعتمد على السنس بتاع الكلمه تقول لك ده سيستم ده دانس وبتاع قلت احنا اصحاب عيال يعني مش بسمع الكلام تمام كده يبقى ده بالنسبه لمين للبركشن تعال نتكلم بعد كده على الاوسكالتيشن برضه شوف بقى الاوسكالتيشن الحته دي مهمه وخدوا بالكم بيسالوا بقى في الاطفال بيحبوا في الاطفال يا بيه شوف برضو في 3 اريا اوف اوسكالتيشن فعال الافيوجن لو دي اللانج اهي برضو نفس الكلام اهو وده الميه ده الابر بوردر وده الميه تحت شوف بقى شوفوا بقى الحته اللي جايه دي ده ميه الميه اللي تحت تقيله فعشان الميه اللي تحت تقيله زي ما اتفقنا وكميتها اكتر بتبقى عامله ايه بتبقى قافله الالفولاي وقافله البرونكاي الميه قافله الالفولاي وقافله البرونكاي وعشان قافله الاثنين سواء الالفولاي او برونكاي في المنطقه اللي فيها ميه تقيله دي بتبقى سايلنت شيست ما بسمعش حاجه خالص ولا بسمع فيزيكولار ولا بسمع برونكال بريفي حلو عند الابر بوردر بقى اتفقنا ايه الابر بوردر الميه بتبقى اخف صح بصوا بقى الالفولاي لو تفتكر طبيعتها كنت قلتها الحصه فات سبونج الميه هنا اخف قادره ان هي تقفل الالفولاي حلو الكلام طب البرونكاي البرونكاي انشف شويه ماسكولو الاستيك فالميه دي ما بتقدرش تقفل البرونكاي لكن تضغط عليها تعمل لها حاجه بنسميها كينكينج يعني ما قفلتش بس تنتها كده طب كده اسمعنا هنا ايه احنا اتفقنا طول ما الالفولاي مفتوحه فيها وانا هسمع فيزيكولار بريسنج طب اذا الالفولاي مالها يا اولاد مقفول يبقى انا مش هسمع فيزيكولار طب انا هسمع هنا ايه هتقوم هنا تسمع برونكيال بريسنج يبقى انا على الابر بوردر بتاع الافيوجن هسمع برونكيال ايه بريسنج هوت التميز بقى احنا اتفقنا البرونكيال بريسنج من معاه فوكال ريزونانس والفوكال ريزونانس كنا اتفقنا ثلاث كلمات فاكرهم ها برونكوفوني وجوفوني ويزبل اندوبكترونيك برونكوفوني 4 4 اسمعها 4 4 4 4 4 4 ايجوفوني 4 4 4 4 4 4 4 4 ده ايجوفوني ويزبل اندوبكترونيك ايه مسيحات 4 4 4 4 4 4 4 صح كده في الحاله اللي هنا بقى العام بيبقى عنده برونكيال بريسنج معاه انهي واحده من الثلاثه هو معاه كده كده في ويسبر قاعد بس معاه ايجوفوني ولا برونكوفوني بسبب الكينكينج ده تلاقي العيان معاه ايجوفوني عشان الكينكينج ده يعني العام يقول 4 4 اسمع حتى 4 4 مخنف عشان الكينكينج بتاع البرونكاي ده يبقى العام على الابر بوردر معاه برونكيال بريسنج مع مين ايجوفوني بسبب الايجوفوني الكينكينج اوف ذا برونكس يبقى ده اريا 1 سايلنت شيست اريا 2 برونكال مع ايه الجفتات 3 اللي هنا دي هنا ما فيش ميه فالالفولاي مفتوحه والبرونكاي برضو مفتوحه بس لو الاثنين مفتوحين انا قلنا بنسمع صوت الهواء في الالفولاي القاعده فانا هنا هسمع فيزيكولار ايه هسمع فيزيكولار بيرفكت فهمتوا حاجه يبقى ده الكلينيكال بيكتشر بتاع البلورال افيوجن تمام العنوان اللي بعد كده الكومبليكيشن بقى تمام ايه الكومبليكيشن بتاعه البلورال افيوجن اول حاجه ممكن تحصل ان العيان يحصل له فايبروسس مع بيرمننت كولابس وتاني حاجه ان يحصل انفكشن امبايما الفايبروس والبيرمننت كولابس مع البرونستي زي ما اتفقنا تمام كده الميه من فتره نتيجه فتره زمنيه طويله ساعات بتقلل الاستيستي بتاعت اللنج فاللنج يعني ايه الاستيستي بتاعتها تقل فبالتالي تقوم ايه نتيجه الكبسه اللي عليها دي ما ترجعش هو الطبيعي لو في ميه عامله لنج كولابس انا سحبتها اللنج بترجع تاني مع الكرونوستي وبسبب حدوث الفايبروز الاستيستي بتقل فاللنج بتفضل زي ما هي وعشان كده لو واحد عنده كرونيك افيوجن انا عارف ان في ميه تتكون على فترات زمنيه طويله يفضل انك تدي عندها كورتيزون تدي له كورتيزون ليه عشان تمنع ان الفايبروزس يحصل وتمنع البيرمننت لانج ايه كولابس انفكشن امبايما دايما امبايما يعني بص في البلورال سبيس في قاعده في الطب بتقول لك وانس بس مست ايفاكيو حته فيها بص لازم افضي حلو الكلام فانا في الحاله دي لازم افضي البص ده لازم افضيه
يبقى دام في امبايمه لازم ان انا اعمل اسبيريشن للبص اللي موجود عندنا في البلورال سبيس ده. تمام؟ يبقى ده الكومبليكيشن بتاعت البلورال افيوجن. نتكلم بقى بعد كده على الانفستيجيشن. بالنسبه لغايه بعد كده للانفستيجيشن، تمام؟ اذا هنمشي على نفس السكيما اللي احنا كنا متفقين عليها، اول حاجه هنعملها راديولوجيكال انفستيجيشن، وبعد كده انفستيجيشن للكوز اللي هتبقى كلها لابوراتوري انفستيجيشن. تمام؟ بالنسبه للراديولوجيكال اول حاجه بنعملها واول حاجه بنعملها في اي موضوع في تشيست اوريت بالنسبه للراديولوجي، انا هعمل تشيست اكس راي. تمام؟ هنلاقي ايه في تشيست اكس راي بقى؟ انت عندك في نوعين من الافيوجن، ممكن الافيوجن ده يبقى فري افيوجن او ممكن يبقى ليكيوليتد بلورال افيوجن. ايه كلمه ليكيوليتد؟ يعني بتخوض بحاجه، بتخوض فايبروزس. تمام؟ بالنسبه للفري افيوجن هيبان ازاي في تشيست اكس راي؟ هو الطبيعي تشيست اكس راي بقى بالمنظر ده، ده الدايفرام وده الكوستا وده الهارت، والمفروض اللانج بنبان ايه؟ سمرا، بس خد بالك بالسودة سودة، المفروض بتبقى مسوده وفيها حاجات بيضة كده صغيره خالص، نقط بيضة كده بالمنظر ده، ده اللي هو بيقولوا عليها ايه؟ البرونكو فاسكولار ماركينج. تمام؟ اللي هو الفيزز اللي موجوده عندنا جوه اللانج. طب هو عيان الافيوجن بقى بيبان ازاي الاكس راي؟ نفس الكلام اهو، نفس المنظر اهو كده، وتعالى نرسم بقى واحده واحده. احنا قلنا ده النورمال، ده الهارت. هيحصل ايه؟ هيبان الاول مهما كانت الكميه قليله هتلاقي كده بان هوموجنس اوباستي اوبليتريت الكوستوفينيك انجل. ده الكوستو وده الدايفرام، الحته دي الزاويه دي كده زي ما قلت لك من شويه اسمها الكوستوفينيك انجل، فتبقى فيه هوموجنس اوباستي اوبليتريت ده الكوستوفينيك انجل. ده لو كان قليل قوي، لو هي الكميه قليله قوي مش هتاثر طبعا على الميدياستاينم خالص. تمام؟ اللي هو التراكيه والهارت والايكس والهارت. لكن افرض بقى بتزيد، كل ما هتزيد اهي اهي بتزيد بتزيد بتزيد، وما بتزيد بتبقى رايزنج لاترال، لاترال يعني توورد ذا اكزيلا، بتبقى المنظر ده كده تقريبا يعني. تمام؟ هوريكم صور ليها دلوقتي. ماشي كده؟ وبنلاقي ان الميدياستاينم والهارت شيفتد تو ذا ايه؟ التراكيه والميدياستاينم شيفتد تو ذا اوبوزيت سايد، يبقى بتبان بالمنظر ده كده. تمام؟ طبعا ده مع اللارج ايه؟ افيوجن، ده الفري. وطبعا خدوا بالكم الفري افيوجن بيبتدي الشكل بتاعه الشيب بتاعه بيتغير مع البوزيشن بتاع العيان. تمام كده؟ طب بالنسبه ده لو كان فري، طب بالنسبه لو كان ليكيوليتد، خد بالكم برضه احنا قلنا التركيه شفت اوبزيت سايد، احنا قلنا انت تبقى تو ذا سيم، خلاص احنا قلنا تو ذا سيم في الحالتين اللي احنا قلنا عليهم اللي هو المالجنانسي تمام والكرونوستي. ماشي كده؟ طب بالنسبه للليكيوليتد، يعني الليكيوليتد يعني متخبطه في فايبروزس. الليكيوليتد بقى على حسب مكان الليكيوليشن ده. تمام؟ ممكن يبقى ايه؟ ممكن يبقى في البريفري، واخد بالك؟ فما يبقى في البريفري بيبان لك كده بالمنظر ده اهو مثلا او هنا. تمام؟ يقول لك دي شيبد اوباستي. او ممكن يبقى في النص كده، حته كده تلاقي ايه في النص كده، يقول هو في السنترال كده او جوه فيشر، بتبان بالمنظر ده. الفكره ان هنا عامله ازاي؟ ده كده بنقول عليها ولاد كوين شيبد اوباستي. كون شيبد اوباستي دي زمان قبل اختراع السي كانت مشكله. ليه؟ احنا لما نلاقي حته بالمنظر ده كده بينا في الشيست اكس راي بنترعب ان الحته دي ممكن تبقى ماس، يعني ممكن تبقى مثلا برونكوجينيك كارسينوم. كان قبل ما اختراع السي دي كانت عندنا مشكله، نبص الواحد المنظر ده اللي عرفناه مايك ممكن تبقى برونكوجينيك كارسينوم، كنا بنترعب. فكانوا بيعملوا زمان ايه بقى؟ خد بالك مفيش سي تي، فكانوا يدوا العيان ده دايريتك. فما كانوا يدوا العيان دايريتك، عندي احتمالين بقى، اما هتدي انت دايريتك يا اما الميه ثاني يوم تختفي. تمام؟ لو هي ميه هتختفي ثاني يوم، لو اختفت يبقى دي خلاص كانت ميه ليكوليت بلورال افيوجن. طب افرض فضلت يبقى ده برونكوجينيك كارسينوم. عشان كده خد بالك سموها اللي هي دي شيبد، اللي هي الفيشر اللي هي تكون شيبد اوباستي دي، هتلاقيها مكتوب عندك في الكتاب كانوا بيسموها الفانتوم تيومر او السودو تيومر، يعني هي بتدي شكل خادع يعني دي تيومر، لكن بعد كده هي بتختفي مع استخدام الدايركتس. تمام كده يا ولاد؟ يبقى ده الاكس راي وده النوعين بتوع الافيوجن. هحط لك دلوقتي صور لده وصور لده ان شاء الله. في السي تي طبعا، السي تي بيجيب لك، احنا اتفقنا الاكس راي بيبان اكتر، لو كان اكتر من كام؟ من 300 مللي في الاكس راي. خد بالك السي تي بيجيب لك اقل من كده. تمام؟ مهما كانت الكميه اللي بيجيبها لك، وكمان بيديتكت الكوز بتاع الايه؟ الافيوجن. يبقى تاني حاجه اللي هو السي تي. ماشي، يبقى ده بالنسبه للراديولوجيكال.
حلو الكلام. لابوراتوري بقى عشان اللابوراتوري ده اكتب جنبه كده نتيجه الكوس. هنعمل ايه؟ واحد يقول له دكتور انا هعمل سبيوتم اكزامينيشن على اساس ان انا ممكن اديتكت بالسبوتم اكزامينيشن ده لو في عندي انفكشن زي التي بي او ممكن يطلع عامل ايه انتسيل يبقى انا عندي بروكوجينيك كارسنوم. ماشي. واحد قال لي هعمل التيوبركيولين تيوبركيولين تيست عشان اجيب برضه الايه التي بي. تمام كده. بس بينه وبينكم اهم واحد في اللاب مهم قوي هو الثوراكو سينتيسيس. علم عليه بقى مهم. اهم واحده في البلورال ديفيوجن هو الثوراكو سينتيسيس. انا اسحب الفلويد ده عشان احلله واعرف نوعه وعن طريق نوعه انا ممكن اديتكت الايه الكوز بتاع الانفيوجن. خلاص. بالنسبه للفراكوسينتيز ده سؤال لوحده ولا سؤال طويل لوحده كده. طبعا لو جالك في الامتحان سؤال فراكوسينتيز لازم تبقى عارف ان الفراكوسينتيز ده احنا بنعمله حاجتين عشان حاجتين، يا اما حاجه دايجنوستيك يا اما حاجه ثيرابيوتيك. الثيرابيوتيك هنتكلم عليه كمان شويه في التريتمنت ان شاء الله. طب بالنسبه للدايجنوستيك انا ديتكت التايب بتاع الانفيوجن سهله جدا. هو احنا اتفقنا من الكوزس اللي قلناها من شويه ان انواع الانفيوجن ده ممكن تبقى ترانسوليت او ممكن تبقى اكسوليت او ممكن تبقى كايناس او ممكن سيدو كايناس او ممكن تبقى ايه هيموراجيك. موضوع سهل جدا. تمام. هتلاقي عندنا في الاول كده جدول مقارنه انا كاتبه لك ازاي تفرق ان الترانسوليت بالاكسوليت. والجدول ده لو تفتكره من الباثولوجي. تمام. عن طريق السبيسيفيك جرافتي عن طريق البلازما بروتين عن طريق ال دي اتش. لو تفتكر مش عايزك تحفظ ارقام عايز بس تعرف ان كل حاجه كانت في الاكسيوديت اعلى منين من الترانسيوديت. يبقى فرق ازاي ترانسيوديت من الاكسيوديت. تاني حاجه لو كان السبب تي بي نقول برضو كلمتين كده. لو كان السبب تي بي تي بي انت عارف ان هو بتسبب بنزين سنستين. تاني حاجه دايما الفلويد بتاع التي بي بيبقى ريتش بحاجتين مهمين ام سي كيو ريتش في الار بي سيز وريتش في الليمفوسايت. يبقى عندي ليمفوسايتوزس الفلويد ريتش في الليمفوسايت عنده يعني في لينفوسايتوزس وكمان ريتش في الار بي سيز. ماشي كده. كايلس وسودو كايلس احنا اتفقنا الكايلس ده كان ايه يا ولاد؟ كان الليمف. السودو كايلس ده اللي هو الايه؟ البص اللي هو مكتوب عندك بايثوركس. وقلنا الاثنين بيبقوا ميلك وايت وهما الاثنين على فكره ريتش بالفات. بس الفرق ان الكايلس كنا قلنا ريتش بالترايجل سرايد لكن السودو كايلس كان ريتش بالايه؟ بالكوليسترول. تمام. وعلم عليها برضه حته الام سي كيو ان البي اتش البي اتش بتاعت البلورال فلويد بتبقى اقل من 7.8 لو كان بص ام سي كيو البي اتش اقل من 7.8. تاني حاجه لو لقينا في الفلويد اللي انت بتسحبه ده امايليز كتير ده معناه ان العيان ده ممكن يبقى عنده بنكرياتيتس او ممكن يبقى عنده مالجنانسي او اسوفيجيال رابشر. تاني لو ريتش بالامايليز امايليز عاد زايد ممكن يبقى بنكرياتيتس او ممكن عنده يبقى عنده اسوفيجيال رابشر او ممكن كمان في مالجنانسي لو لقينا الامايليز زايد. تمام. برضه الجلوكوز علم ان هو بيبقى قليل برضه في التي بي ودراماتيك في الروماتويد ارثرايتس. لو عين على روماتويد ارثرايتس عنده بلورال افيوجن. تمام. وهدول يا دكتور ايه علاقه الروماتويد ارثرايتس بلورال افيوجن؟ هتفاد الروماتويد ارثرايتس ده واحد من الاسباب اللي بتعمل برايمريولوجي والبرايمريولوجي ممكن تعمل بلورال افيوجن. وهتلاقي دراماتيك اقل من 30 ملي جرام برضه علم عليها ام سي كيو. الحاجات دي كلها مجموعه معدل في الكتاب. تمام كده. بعد كده هيموراجيك احنا اتفقنا الهيموراجيك يبقى ريتش بالايه بالار بي سي. دول الكلمتين اللي انت هتكتبهم في حته الدايجنوستيك. طب انا هكتب ايه في الثيرابيوتيك اجلها هنقولها كمان شويه في التريت. تمام. يبقى ده الانفستيجيشن بتاع البلورال ديفيوجن. يبقى سهل جدا. يبقى راديولوجيكال اتفقنا اكس راي وده اول حاجه هنعملها. قلنا لو كان فري هوموجينس اوباستي وبيتي بوست فينيك انجل ابرازيت تو ذا اكزيل للتركيب مثلا شفت تو ذا ايه تو ذا اوبزيت سايد الا في الحالتين البريجنانسي مع الكرونوستي. قلنا الكيوريتد بتبان اس دي شيد او اوفال شيد اوباستي. الاوفال شيد بيسموها ستوري تيومر او الفانتوم تيومر لان مع استخدام الدراتكس كانت بتختفي فكانت بتديك شبهه ان العيان عنده كارسينوما. لابوراتوري اهم حاجه على الاطلاق ما بنسميها الثراكوسينتيز. تمام. وعرفنا الانواع. تكتب نفس الكلام انت كنت قايله في الكورس. يبقى ده بالنسبه للانفستيجيشن بتاعه البلورال ديفيوجن. تمام. طب بالنسبه بعد كده لعنوان الديفرنشال دايجنوزس. بالنسبه لولاد للديفرنشال دايجنوز اول حاجه فروم اذر كوزز اوف مالتيبل نيجاتيف. تمام. هفهمك يعني ايه دلوقتي. تاني حاجه من اسباب البيزل لانج دالنس او من اسباب الدالنس في البيز بتاعت اللانج. تالت حاجه اللي هو الديفرنشال دايجنوز اوف ذا كوز. نمسك واحده واحده كده. اول حاجه المالتيبل نيجاتيف. ساعات تخش الدكتور الشاستي يقول لك ايه سندروم اوف مالتيبل نيجاتيف سندروم اوف مالتيبل نيجاتيف او يقول لك يا ابني ايه امراض الشيست اللي بنطلق عليها مالتيبل نيجاتيف. بصوا انا عندي في ثلاث امراض بنقول عليهم مالتيبل نيجاتيف اللي هو البلورال ديفيوجن
وفي عندنا الفايبروزس وفي عندنا كمان الكولابس. تلات امراض دول بنقول عليهم سندروم اوف مالتيبل نيجاتيف او الامراض اللي بتعمل مالتيبل نيجاتيف. هما بيسموها مالتيبل نيجاتيف ليه؟ لان الامراض دي لو انها بتقلل اربع حاجات، خدوا بالك بتقلل اربع حاجات. يعني شوف معايا كده، اولا في الانسبكشن بيقللوا الريسبيراتوري موفمنت، في الانسبكشن بيقللوا الريسبيراتوري موفمنت تمام. طب في البالبيشن بيقللوا التي في اف، تغطيه الفوكال فريمتس. كمان في البركشن بيقللوا النوت، يعني بيعملوا دلنس. في الاوسكالتيشن بيقللوا الانتنسيتي بتاع البريس ساوند، بيخلوا الصوت مش مسموع، يعني البنورال انفيوجن بيني وبين اللانج مسافات فانا مش سامع الصوت كويس. الفايبروزس برضه نفس الكلام، دخول الهواء، يعني اللانج او الالفرابت حاطه فايبروزس، فالهواء اللي داخل بداخل قليل، فانت برضه الصوت هيبقى ضعيف. كولابس الالفراي مقفوله فانت بتسمع هواء تمام. يبقى دول اسمهم سندروم مالتيبل نيجاتيف. لو سالت ليه سموه مالتيبل نيجاتيف، بيقللوا اربع حاجات، بيقللوا الريسبيراتوري موفمنت، بيقللوا التي في اف، بيقللوا النوت، بيعملوا دنس، بيقللوا التست بتاعه البري ساوند. يبقى ده اسمها سندروم مالتيبل نيجاتيف. ثاني حاجه ديفرنشال دايجنوز هم اسباب الدنس في البيس بتاع اللنج تمام. خدنا الحصه اللي فاتت اللي احنا كنا قسمناها سمرا دايفراجماتيك، دايفراجماتيك انفرا دايفراجماتيك، واسباب في الشيست والتكات كامله. ثالث حاجه ديفرنشال دايجنوز اوف ذا كوز اللي احنا قلنا عليها من شويه تمام، اللي هو ترانسيت اكزيم كالاس دوكالاس وهيموراجيك. ماشي كده يا اولاد؟ يبقى ده بالنسبه للديفرنشال دايجنوز. طب بعد كده اخر حاجه بقى في الفيوجن اللي هو التريتمنت، نعالج ازاي الحاله دي؟ تريتمنت بتاع البلورال ديفيوجن برضه هنقسمها عنوانين رئيسيين كده اهو. اول حاجه تريتمنت اوف ذا كوز، ثاني حاجه الثراكو سينثيسيس. يبقى تريتمنت اوف ذا كوز مع ثراكو سينثيسيس. ناخد كده اكزامبل للكوز احنا الاول بس استفاد ايه هو الموست كومن كوز اللي قلنا عليه تي بي تمام. طب نعالج ازاي التي بي يا اولاد؟ انتي تيوبركلس دراج اهو تمام. طبعا ايه هم الانتي تيوبركلس دراج؟ هناخدها خد بالك. لو جه سؤال طويل ما عادش في المنصوره اسئله طويله الحمد لله، بتكلم على الازهر. يا عبد الازهر لو جه في الامتحان سؤال طويل تريتمنت اوف بلورال افيوجن لازم اكتب الانتي تيوبركلس دراج كامله، هو بيجي بالك اصلا عشان كده. فاكتب الانتي تيوبركلس دراج كامله بتدوس بالسايد افكت وتتحفظ ان شاء الله بنيجي ناخد التي بي باذن الله. يبقى اول حاجه انتي تيوبركلس دراج، ثاني حاجه كورتيزون. واحد يقول يا دكتور الله ده الكورتيزون اللي انا اعرفه ان هو بيقلل المناعه صح كده؟ طب انا بديه ازاي في حاله تي بي؟ طبعا انا هدي الكورتيزون مع مين؟ انتي تيوبركلس دراج كان بتوع الفارما يحفظونا كده، يقول لك ايه؟ لو انت هتدي كورتيزون في التي بي لازم يكون اندر امبريلا اوف الانتي تيوبركلس دراج. طب انا بدي الكورتيزون ليه؟ لان الكورتيزون هيقلل الفايبروزس وهيقلل الادهيجن اللي ممكن تحصل تمام؟ التي بي بيعمل فايبروزس، فممكن ده يبقى عليه جدا التي بي تلاقي العيان عنده بيرمننت لان كولابس تمام؟ فانا بدي كورتيكوسترويد عشان اقلل الايه؟ الفايبروز اللي ممكن يحصل تمام؟ وزي ما بقول لك اندر امبريلا اوف انتي بيركلس دراج. يبقى ده رقم واحد بالنسبه للتي بي. طب تاني حاجه لو حاله مالجنانسي تمام؟ اول حاجه هندي سايتوتوكسيك دراج او انتي كانسر دراج نحقنها في البلورال سبيس ماشي كده، ده واحده. طب تاني حاجه ايه؟ لو انا دلوقتي واحد عنده مالجنانسي وانا عارف مثلا الحاله ميؤوس منها الدنيا مالهاش ماشيه، كل شويه يحصل له بالدوره الافوش، كل شويه يحصل له بالدوره الافوش، كل شويه يحصل له بالدوره الافوش، فمش اللي عنده مش هنقعد نعذبه بقى كل شويه نعمل له ثراكو سينثيسيس ونسحب منه الفليول ده. فاحنا بنعمل ايه؟ ده دلوقتي هي الماركه بتتكون بين الفيسرال والبرايتال بلو، لو دي اللانج ده برايتال وده الفيسرال وده البرايتال بلو. كل شويه الميه تتكون بين البرايتال والفيسرال عشان ارحم العيان ده، دي حاجه يعني كونزرفت او بالياتيف تريتمنت. اقوم حاقن هنا ماده تقوم عامله ادهيجن بتوين التو لايرز بتوع البلوره عشان تمنع ان كل شويه فلويد يتكون والعيان بقى يعيش الفتره اللي يعني بيفضلوا دي بسلام. يعني بنحقن ايه؟ بنحقن تتراسايكل. ممكن ادي تتراسايكل كده انترا بالنوره اللي يقوم لازق لك اللي تعمل لك فايبروز بتوين تو لايرز وبزق النوره وامنع القصه. طبعا هياثر شويه على النفس بتاعه بس الفكره كلها العيان ده يعني هو كانسر وايامه معدوده فبدات ايه؟ ما كل شويه نسحب ونغزه يعني. يبقى ده بالنسبه اللي هو التريتمنت اوف ذا كوز. بعد كده الثراكو سينثيسيس بقى. خدوا بالك. ده بقى الثرابيوتيك. لو قلنا لو جه سؤال دايجنوستيك اللي قلناه في الانفستيجيشن وده بعد كده اللي هو الثرابيوتيك تمام؟ اول سؤال نساله هل اي عيان بالدورال افيوجن اولاد نعمل له ثراكو سينثيسيس؟ قال لك لا. تمام؟ امتى اعمل ثراكو سينثيسيس؟ ودي اهم نقطه. ايه الانديكيشن بتاعت الثراكو سينثيسيس؟ مهم قوي دي. رقم واحد
العيان عنده سيفير ديزني. تمام؟ العيان عنده سيفير ديزني. أو إن الإفيوجن تمام؟ ريتش السكند ريب حتى لو العيان ما عندوش ريسبيراتوري ستريس. تاني عيان عنده ميه أنا كان كميه الميه دي وجالك عنده سيفير ديزني او سيفير ريسبيراتوري مش هاخد نفس يا دكتور حتى لو كانت الكميه قليله اعمل له ثراكوسنتيسيس. طب افرض انا مثلا هو واحد جاي لي بتاعه على تشست اكسيت عندي فيوجن محترم لارج اموت فيوجن ريتش السكند ريب خدت بالك والعيان ما بيشتكيش من الريسبيراتوري هو هيشتكي بس انا افترض ما بيشتكيش لازم اعمل ليه هيعمل لان كلها بس حتى عامل شغل بقى حلو الكلام يبقى سيفير ديزني او افيوجن ريتش سكند ريب وذاوت ريسبيراتوري ستريس هعمله تمام. ثالث حاجه امبايما العيان عنده حصل له سكندري بكتيريال انفكشن يعني مش احنا لسه قايلين من شويه امبايما لازم وانس باس ماست ايفاكيويت فهو امبايما لازم ان انا اسحب على طول الباص ده ماشي. رابع حاجه غير الامبايما ان العيان نوت ريسبوندنج للميديكال تريتمنت بعد قد ايه اكتر من 6 ويك يعني انا حاولت معاه الدايوريتكس وعلاج الكوس 6 اسابيع وبعد 6 اسابيع العيان لسه عنده مجرى تمام يبقى انا اعمل ثراكوسيتيز واحفظه مصمم الاربعه دول يبقى تاني سيفير ديزني افيوجن ريتش سكند ريب امبايما نوت ريسبوندنج للميديكال تريتمنت اكتر من قد ايه 6 اسابيع. انا بحب دايما اربط الموضوع ببعضها فست اسابيع بتفكرك المفروض لو ذاكرت روماتولوجي بالارثرايتس اكيوت ارثرايتس اقل من 6 كرونيك ارثرايتس اللي هو اكتر من 6 اسابيع ماشي. ده بالنسبه للانديكيشن ماشي كده. طب ايه البنفيت اللي انت هتاخدها ولا اللي عندها تريجر الديزني بتاعته الميه اللي انت هتاخدها ده تحللها عشان تريتكت التايب وتريتكت الايه الكوز بتاع الافيوجن. تالت حاجه تقلل الضغط على الليمفاتكس شويه وتفتح الفيزلز كده عشان يحصل ابزوربشن لبقيه الميه اللي موجوده تمام. ما ينفعش نعمل ثراكوسنتيزيس في عيان مثلا عنده هيموراجيك بلاد ديزيز او انكو اوبرتيف. الحته اللي جايه دي مهمه برضو لازم اكتبها عشان نبقى فاهمينها اللي هي البريكوشن. طب وانا بسحب تمام انت عندك كذا بريكوشن كده رقم واحد وانا بسحب المفروض انا ادخل على الابر بوردر مش اللور بوردر لان انا كنت قايل لك انك لو دخلت على اللور بوردر اللي هو البوردر بتاع الريبس زي ما اتفقنا قبل كده لو ده الريبس كده ولا ده اهي قلنا على اللور بوردر بيبقى ماشي الانتركوستال فيزل. فلو انا دخلت على اللور بوردر هعور الانتركوستال فيزل وادخل دم تمام جوه البلورال سبيس والدفان اللي هو بيعمل هيموراجيا بلورال افيوجن او هيموثوركس. حلو الكلام. فرقم واحد بدخل على الابر بوردر بتاع الافيوجن. طب تاني نقطه بعد ما دخلت على الابر بوردر اما اجي اسحب بسحب كميه كبيره دكتور ولا كميه قليله؟ بسحب اخر لتر. واما اجي اسحب اللتر ده بسحبه بسرعه ولا واحده واحده؟ قال لك واحده واحده. يبقى انا ادخل على الابر بوردر سلو وانا بسحب. النقطه الثالثه اخر لتر ما ينفعش اكتر من كده تمام. ما اسحبش اكتر من كده. طب ما اسحبش اكتر من كده ليه؟ هقول لك اهو تمام. بص يا سيدي همسح بس الحته دي كده. بص يا ولاد ليه ممنوع في الافيوجن ان انا اسحب بسرعه واسحب كميه كبيره؟ لان لو انا عندي اللنج اهي واللنج دي افترض كده مليانه ميه حواليها ميه مضغوط عليها بميه كبيره الالفولاي المفروض في المنطقه دي عامله ازاي؟ كولابسد. حلو الكلام. وخد بالك انا عايز بس اوريك الشكل. هو المفروض لو دي اللنج اهي اللنج دي بتبقى عباره عن ايه؟ تقريبا كده شويه الفولاي اهي وبين الالفولاي وبعضها شويه ايه؟ بلاد فيزل بالمنظر كابيلاريز. نفترض ان الرسمه دي كده. طبعا ده الانترسيشن. الطبيعي ايه؟ خد بالك. طبيعي ما تيجي تاخد نفس في الانترثراسيك ده الالفولاي ما تيجي تاخد انت انسبيريشن الالفولاي دي بتوسع. فده بيديك حاجه اسمها نيجاتيف انترا ثراسيك بريشر. كنا قلنا النيجاتيف انترا ثراسيك بريشر بشفط ايه؟ ركز معايا كده بشفط الهواء. لكن هل النيجاتيفيتي تسحب الفلويد من جوه البلاد فيزل لبره؟ لا. ما هو شغال الوقت الالفولاي المفروض النيجاتيفيتي دي شغاله شفاط هتشفط الهواء لكن مش كبيره انف او ما فيش مش النيجاتيفيتي دي مش انف انها تسحب الفلويد من جوه البلاد ايه من جوه البلاد فيزل. شوف بقى اللي هيحصل دلوقتي ده في النورمال. دلوقتي واحد عنده ميه كتيره قوي ضغط على اللنج فالالفولاي دي مالها كولابسد. حلو مزنوق عليها كده وكولابسد مقفول. انا هاجي مره واحده اسحب كميه كبيره مره واحده اما اسحب كميه كبيره مره واحده وبسرعه شفت انت السوسته كده لما تيجي تضغط عليها وتسيب تقوم طالعه تاني
تمام تفتح تاني كده. اما اضغط انا بقى فتره زمنيه طويله على الالفولاي يقوم سايب مره واحده تقوم الالفولاي بدل ما كانت المفروض تبقى كده تقوم تكبر قوي كده بالمنظر ده تمام. صدم اكسبانشن الالفولاي. فبيحصل ايه بقى؟ بيحصل ان النيجاتيف انترا جدورال بريشر او اسف النيجاتيف انترا ثراسيك بريشر بيزيد قوي, بيزيد نيجاتيفيتي يعني بتزيد النيجاتيفيتي قوي, فيبقى الشفاط زاد قوي. فزي ما بشفط هواء يقوم شفط الفلويد من جوه البلاد فيزل وحطه هنا في الانترسيشن. قال له طب لو الفلويد اتحط في الانترسيشن يبقى اسمها اكيوت بالمونري ايديما. يبقى لو انا سحبت بسرعه كميه كبيره مره واحده يحصل اكيوت بالمونري ايديما. بس السؤال هنا يا ولاد, الاكيوت بالمونري ايديما دي يونيلاترال ولا بايلاترال؟ ها صح يونيلاترال. ليه؟ انا بسحب من جهه واحده ما بسحبش من جهتين مره واحده. حلو, يبقى انا هيحصل لي يونيلاترال اكيوت بالمونري ايديما على الناحيه اللي انا بسحب منها. السبب الوحيد في الطب اللي بيعمل يونيلاترال اكيوت بالمونري ايديما يعني مثلا فضل اكيوت بالمونري ايديما اللي هي الكاردياك اللي خدناها قبل كده تمام, اللي هو مثلا واحد عنده سي في ليفت سايد ارت فيلر كان حصل له اكيوت بالمونري ايديما هي رايت وليفت لانج, لكن ده هيحصل له يونيلاترال اكيوت بالمونري ايديما. يبقى السبب الوحيد اللي بيعمل يونيلاترال اكيوت بالمونري ايديما ايه؟ صدم سيفير او صدم ماسيف اسبيريشن اوف بلورال ايه افيوجن. فهمتوا حاجه؟ يبقى انا بسحب تاني بخش على الابر بوردر بسحب سلو وماكسيمم لتر واحد. حلو الكلام. طب ايه السايد افكت او ايه الكومبليكيشن اللي ممكن تحصل نتيجه الثراكوسينثيزيس؟ اهم واحده موضوع لتر الكوب بالمونري ايديما. لو انا سحبت بسرعه لو دخلت على الابر بوردر ممكن انتروديوس بلاد قلنا يعمل هيموثوراكس. ممكن بقى الدكتور هو داخل يقوم معور يعمل مثلا يدخل هواء يقوم يدخل عنده في هيموثوراكس تمام. ممكن يعمل انجل الليفر ولا حاجه, بس طبعا الحاجات دي صعبه قوي. انك المفروض انك كنت بتخش يا تبقى بادئ بالالترا ساوند يعني ماسك كده البروب بتاع الالترا ساوند سواء من الجنب هنا او من ورا انفرا سكابولر وبشوف الميه فين واقوم داخل بالابره بتاعتي واحس الريب كده واقوم داخل على الابر بوردر بتاع الافيوجن. ده المفروض يبقى بشوف مكان الميه الاول فين وابعد عن اي اورجن وادخل على الابر بوردر على طول اقوم ساحب تمام وبسحب من هنا من الجنب او من ورا والعيان قاعد ماشي كده. نيوروجينيك شوك. نيوروجينيك شوك ده بس غير بيه يعني ممكن اصلا العيان اول ما يشوف الابره من غير حتى من البين اول ما يشوف الابره يشتغل عنده الفيجا يقوم يدخله في نيوروجينيك شوك تمام كده. يبقى ده اول موضوع اتكلمنا عنه اللي هو البلورال افيوجن. هتلاقي عندكم صفحتين كده اللي هو السبيشال تايبس اوف بلورال افيوجن هو نفس الكلام اللي انا قلته اقروه بس كده عشان لو جالك في الشفوي او في الام سي كيو تمام. يبقى ده البلورال افيوجن.